لكم الليلة وكل ليلة مع الأهل الليلة. الأهل الليلة. الأهل الليلة. الأهل الليلة هو برنامج سيكون معكم يوميا من السبت إلى الخميس في هذا التوقيت ولمدة 3 ساعات. هو برنامج جديد في فكرة التناول والتقديم، فعلى مدار 6 أيام أسبوعيا سيطل عليكم عبر نافذته 7 مذيعين هم محمد الجندي، إيهاب الخطيب، عبد الحميد حسن، محمد سعيد، أمير هشام، عمر ربيع ياسين. وسيكون للنجم الكبير خالد العوضي طلة خاصة من خلال كل الألعاب غير كرة القدم. برنامجنا متعددة ألوانه وقوالبه، لكنه قصير في فقراته، به الكثير من التنوع والتشويق والأداء السريع بأكثر من مذيع في الحلقة الواحدة. برنامجنا سيطوف بك في حدائق كثيرة، في مقدمتها حديقة الأهلي ذات المساحة الواسعة من خلال ضيوف هم مسؤولون في الإدارة الحمراء لمناقشة قضية هامة ومطروحة على الساحة. كما سيكون بابه مفتوحا للشخصيات الرياضية المصرية في كل المجالات الرياضية. الأهل الليلة سيطوف بك في برنامج عائلة الأهلي ويضع يديك فوق ما طرحته قائمة الكابتن محمود الخطيب وقت الانتخابات لنرى هل كان برنامجه مجرد وعود أم هو موجود على أرض الواقع من خلال رؤية حية من داخل النادي الأهلي. سيكون البرنامج نافذة تطل منها على تاريخ الأهلي، مذكرا بقيمه ومبادئه التي لا تتغير ولم تتغير على مدار 111 سنة، فهي ثابتة وراسخة رسوخ الأهرامات في صحراء الأهرام. ويا جبل ما يهزك ريح، سنذكرك برموز الأهلي وشخصياته النادرة وبطولاته التي فاقت الحدود ومواقفه التي لا يعرفها غير أبنائه الأبرار ومبادئه الصامدة في كل العصور. لن يكتفي الأهلي الليلة بذلك، بل سيكون نافذة لجمهور الأهلي الحبيب العظيم في كل مكان من خلال لقاءات يعبر فيها عن رؤيته لناديه وحبه له وسر الانتماء وسر العشق لهذا الكيان. سيعرج الأهلي الليلة في كل ما له علاقة بالأهلي في كل مكان داخل أو خارج مصر. ولكن اعذروني المسمى مصري، هم بدأوا باسم الأهلي. سيطوف بنا مع النجم خالد العوضي في كل الألعاب الرياضية في فقرة مهمة ومثيرة. أما الكرة العالمية فلها أيضا حظها في ساحة الأهلي الليلة وكل ليلة مع عمر ربيع ياسين. من الليلة سيكون معكم دائما الأهلي الليلة.
مساء الخير مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان داخل وخارج مصر، أهلا بحضراتكم وبنقدم لكم كل التحية والتقدير مع هذه الانطلاقة اللي تبدأ على بركة الله اليوم، ومع هذه الحلقة أولى حلقات الأهلي الليلة، هذه الانطلاقة الجديدة ومرحلة من مراحل التطوير اللي تبدأ في هذه الأيام في قناة النادي الأهلي. قناة الأهلي كان فيها جهد كبير جدا مبذول خلال الفترة اللي فاتت، وعلى مدار الأيام الماضية كان العمل بيجري على قدم وساق بالتنسيق بين قيادات القناة والمسؤولين في مجلس إدارة النادي وكافة زملائنا، فريق عمل ضخم جدا من أسرة التحرير والإعداد، من زملائنا الصحفيين والنقاد الرياضيين، وأيضا الجانب الفني وزملائنا في القطاع الإخراج والتصوير وكل ما يتعلق بالصورة والتقارير المصورة. وهذا البرنامج اللي بنعتمد زي ما قال التقرير لحضراتكم هيركز درجة كبيرة جدا على سرعة الإيقاع وعلى التنوع في المحتوى على مدار الأسبوع وعلى مدى 3 ساعات يوميا، كل ما يتعلق بمحبي النادي الأهلي، أعضاء الجمعية العمومية، المسؤولين في مجلس الإدارة، متابعي ومحبي قناة الأهلي في كل مكان على مستوى مصر والوطن العربي. إن شاء الله يجد هذا البرنامج أو يقدم لكم كل ما يتمناه كل محبي النادي الأهلي في كل مكان، ويكون علامة مضيئة تضيف إلى كل العلامات المضيئة في الوسط الرياضي وفي مجال الإعلام الرياضي في مصر. إن شاء الله نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن نكون موفقين في هذه المهمة. هبدأ مع إلى زميلي واحد من فريق العمل المتميز اللي بشرف بوجودي معاهم في أسرة برنامج الأهلي الليلة. هنتقل سريعا إلى زميلي من جيل الشباب والجيل المتميز اللي أضاف الكثير للقناة في الفترة اللي فاتت وبيخطو خطوات أكبر إن شاء الله في الفترة الجاية، زميلنا أمير هشام. مساء الخير يا أمير. مساء الفل عليك زميلي محمد الجندي، ومساء الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان. أكيد برنامج هام جدا مستمر معانا كل يوم من أيام الأسبوع فيما عدا يوم الجمعة، هو برنامج هام لكل أعضاء وجماهير النادي الأهلي في كل مكان. مبسوط طبعا أن أنا معاك النهاردة، ومبسوط أن احنا هنكون مع مجموعة من الإعلاميين زمايلنا في قناة النادي الأهلي، إعلاميين مميزين جدا، إن شاء الله نكون عند حسن ظن كل جمهور النادي الأهلي في كل مكان. لكن سريعا خليني اقول لك الفقرات اللي انا هتكلم فيها بالتحديد مع جمهور النادي الاهلي النهارده، وهي فقره خاصه بعائله الاهلي، ودي فقره غايه في الاهميه بالنسبه لكل اعضاء النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان. هنتكلم فيها على العديد من الامور الخاصه والامور الخدميه بالتحديد الخاصه باعضاء النادي الاهلي، واكيد هتكون مهمه برضو لكل جمهور النادي الاهلي. الفقره الثانيه هتكون خاصه بجمهور الاهلي في كل مكان، ودي هنحاول بقدر المستطاع ان احنا نوصل لكل جمهور النادي الاهلي اينما كان موجود، وده شيء اكيد هيكون مهم عشان نطلع على ارائه وتطلعاته الخاصه بالنادي الاهلي خلال الفترات المختلفه المقبله، علشان ان شاء الله النادي الاهلي يكون في تطور مستمر زي ما كل جمهور النادي الاهلي بيامل. اتفضل زميلي محمد. ان شاء الله تكون موفق وتكون الفقره متميزه وتنال ثقه ورضا المتابعين والمشاهدين في كل مكان يا امير. امير من طبعا يعني مجموعه من الشباب والاضافه، ان شاء الله يكونوا يعني في افضل حال وادائهم يضيف الكثير لقناه الاهلي والاعلام الرياضي في الفتره الجايه، مع زملائنا طبعا اللي بنسعد بوجودهم معانا في اسره البرنامج محمد سعيد وعمر ربيع ياسين. هيكون عندنا فقرات متنوعه هيختص دايما بالجانب الخاص بالرياضه الدوليه والعالميه ومواقع التواصل الاجتماعي او الاخبار الرياضيه في السوشيال ميديا عمر ربيع ياسين، فضلا عن كمان تبادل الأدوار بين أمير هشام ومحمد سعيد في تقديم عدد من الفقرات المتنوعة اللي بترضي اهتمامات وبتنال رضا وثقة المهتمين بشؤون النادي الأهلي وكل محبي النادي الأهلي في كل مكان. كمان بنسعد بوجود زملائنا اللي هيكونوا معانا على مدار أيام الأسبوع وهيتبادلوا الأدوار معانا مع حفظ الألقاب للجميع، زملائي الأعزاء إيهاب الخطيب وعبد الحميد حسن. وكمان بنسعد بانضمام لقناة الأهلي في الفترة الحالية وهيكون معانا ضمن أسرة البرنامج نجم الرياضة المصرية وكرة اليد المصرية وفي النادي الأهلي طبعا كانت له يعني سطور مضيئة شارك في كتابتها مع زملائه بتحقيق الكثير من البطولات سابقا، الكابتن خالد العوضي، هيكون مختص بتقديم الجوانب الخاصة بمتابعة النشاط الرياضي بشكل عام في النادي الأهلي أو اللعبات الأخرى بخلاف أو بعيدا عن كرة القدم. النهاردة هنسعد باستضافة الأستاذ طارق أنديل، فقرتنا الأولى أو الفقرة الرئيسية هتكون فيها حوار تفصيلي وموسع مع الأستاذ طارق أنديل عضو مجلس الإدارة، وأيضا هتكون هناك فقرة أخرى مع الكابتن حمادة مرزوق هنتكلم من خلالها عن مرحلة خاصة جدا لا تنسى وما زالت في ذاكرة الأهلوية في كل مكان عن تاريخ النادي الأهلي. برجع مرة تانية لزميلي أمير هشام.
طيب خلينا نبتدي اول فقراتنا سريعا، وهي فقره خاصه بلقاء حواري مع الاستاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي، واكيد هيكون لقاء هام جدا مع زميلي محمد الجندي. زي ما احنا عارفين اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي يعني نادرا لما بيظهروا في اي لقاءات تلفزيونيه، دي سمه من سمات النادي الاهلي احنا متعودين عليها دايما، مش شيء جيد ان كل شويه يطلع عضو مجلس اداره ان هو يتكلم في قناه او حاجه او يرد على بعض الاراء، لكن النهارده هيكون لقاء مهم جدا لازم تتابعوه مع زميلي محمد الجندي والاستاذ طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، لكن بعد الفاصل. على التألق ناوي محاولة، تأتي المحاولة عالية والشناوي يا نهار أبيض، الله عليك يا شناوي من على الخط يشيل محمد الشناوي عبر التاريخ. اهلا بحضراتكم مره ثانيه. الان بتبدا اولى فقراتنا النهارده، فقرتنا الرئيسيه اللي نتعرف من خلالها على رؤى وسياسات وتصورات مجلس اداره النادي الاهلي للمرحله المقبله، اهم العقبات اللي بتواجه العمل وكيفيه تيسير او تذليل هذه العقبات والتغلب عليها، ايضا افكار مجلس الاداره اللي اجتمع على ضرورة تحقيقها في الفترة الجاية كجزء لا يتجزأ من قضية تطوير النادي الأهلي والنهوض بشؤونه على كافة المستويات، وهو ما أكده الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي وأعضاء مجلس الإدارة قائمة الكابتن محمود الخطيب خلال مرحلة الحملة الانتخابية وقبل الفوز في هذه الانتخابات. اسمحوا لي في بداية هذا الحوار أن أرحب بضيفنا اللي بنسعد بوجوده معنا النهاردة في الاستوديو على شاشة قناة الأهلي، الأستاذ طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي. مساء الخير يا أستاذ طارق. مساء النور. سعداء جدا بوجود حضرتك معنا لأول مرة. وأنا سعيد بظهوري على قناة النادي الأهلي وبسعد طبعا مع جماهير النادي الأهلي وأعضائه ودايما كده. عندنا أسئلة كتير هنرهق حضرتك بالتساؤلات النهاردة، جمهور النادي وجمهور القناة حابب يعرف منك الكثير والكثير عن الفترة القادمة، ولكن بعد متابعة هذا التقرير. طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، شخصية نشأت وتربت بين جدران هذا الكيان العظيم، صاحب أصول أهلاوية حتى النخاع، عائلته معروفة من الكل في أوساط قلعة الجزيرة، فهو شقيق المستشار أسامة قنديل أحد أبرز أسماء الأهلي وعضو لجنة الحكماء. عاش طارق قنديل حياته كلها داخل الأهلي،
لم يبعده سوى السفر ورحالات العمل عن الظهور بالمقر الرئيس في الجزيرة أو فرعي الجزيرة ومدينة نصر. تولى طارق قنديل عضو لجنة تنمية الموارد من عام 2002 إلى عام 2009. كان أحد أبرز أنشط أعضاء اللجنة المنظمة لبطولة إفريقيا لكرة القدم التي أقيمت بالقاهرة عام 2006. يشغل مدير فروع ورئيس قطاع المؤسسات الاستراتيجية بأحد البنوك الكبرى ورئيس مجلس إدارة كبرى شركات تداول الأوراق المالية، عضو صندوق التأمين الاجتماعي بأحد البنوك الكبرى. لديه خبرة تتخطى حاجز 31 عاما بالقطاع المصرفي. طارق قنديل جاء انتخابه كعضو لمجلس إدارة الأهلي فهو شيء طبيعي كونه قريبا من دائرة صناع القرار، خاصة في مجلس الكابتن حسن حمدي ومعه الكابتن محمود الخطيب. طارق قنديل يتحدث للمرة الأولى بعد انتخابه حصريا على قناة الأهلي في ضيافة الأهلي الليلة. متى بدأت علاقة الأستاذ طارق قنديل بالنادي الأهلي وتعرف على النادي الأهلي من الداخل لأول مرة؟ بدأت علاقتي بالفترة يعني ما زي ما بنقعد كده نقول كدرجين، يعني الفترة بتاعتنا كلنا أهلاوية يعني. فبدأت علاقة طبعا الوالد عليه رحمة الله كان أهلاوي جامد جدا، فمن واحنا صغيرين كلنا كنا نبقى متواجدين في الماتشات وفي النادي. الأسرة برضو أهلاوية كلنا الحمد لله بلا استثناء. وهل تاريخ العضويه والانتماء والارتباط بالنادي بيرجع لفتره طويله؟ عضويتي في النادي اكتر من 24 سنه تقريبا، عضويتي المفصله لوحدي في النادي اكتر من 24 سنه. ايه اكتر الحاجات اللي دايما حضرتك ما بتنساهاش عن النادي الاهلي وحضرتك بتتعامل معاه كجزء من الكيان الكبير ده كعضو من الاعضاء المحبين للنادي، الحاجات اللي دايما تفتكرها لما تفكر في النادي الاهلي؟ بفكر في النادي الاهلي جزء من تاريخ مصر. الجزء الجميل اللي هو بيشكل وجدان الشعب المصري. تاريخ النادي الأهلي هو اللي بيجذب أي حد عنده الحمد لله النزعة الوطنية للنادي الأهلي نفسه. النادي الأهلي طول عمره الواحد بيفكر فيه مش مجرد كيان فريق كورة بس، لا هو كيان كبير قوي رياضي ووطني واجتماعي، هو جزء كبير شكل وجدان الشعب المصري، فهو ده دايما رؤية الواحد للنادي الأهلي. بتشوفه دايما كرمز من أبرز الرموز المصرية. طبعا 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 تاريخه 1907 ولما حضرتك ترجع لورا من أيام النشأة بتاعته نفسها، هو نادي الوطنية، زي النادي ده اتكون في فترة إنجليز، زي النادي ده كان هو اللي بيجابي حاجات كتيرة قوي، واجه حاجات كتيرة قوي في ظل احتل الانجليزي في مصر، اتشكل هو جزء من وجدان الشعب المصري. ولو رجعت حضرتك حتى في الاحداث الاجتماعيه والاحداث الوطنيه ورموزنا في الفن وغيره والكلام ده، هتلاقي كان دايما ليهم معبر تواجد في النادي الاهلي وارتباط بالنادي الاهلي بشكل طبعا ده. اذا قلت قيم سياسيه او قيمه سياسيه زي زعيم سعد زغلول او زعيم مصطفى كامل او القامات الاقتصاديه الكبيره فؤاد باشا سراج الدين فكري بيه حاجات كتير قوي، قامات كثيرة على مدار تاريخنا الوطني كانوا ليهم علاقة بالنادي الأهلي. في الفن كل ما تفتكر ان دايما يعني اتذكر مرة كان الأستاذ محمد وجدي الحكيم الله يرحمه اللي كان رئيس الإذاعة المصرية طبعا طبعا يعني مرة أهداني السديل اللي هو متعلق بحفلة أم كلثوم في النادي الأهلي لأهداها في الملك وقتها وسامي الكمال. فالنادي الأهلي هو جزء من وجدان الشعب المصري ومن مراحل متسلسله للتاريخ المصري. بالظبط. استاذ طارق، التغير من عضو من اعضاء النادي من احد اعضاء الجمعيه العموميه الى الحديث عن وجودك داخل الكيان الذي يتولى اداره ومسؤوليه اداره شؤون النادي، الخطوه دي والانتقال الى التفكير في خوض الانتخابات كواحد من قائمه الكابتن الخطيب، المرحله دي كيف حدثت؟ يعني كان اختيار كابتن خطيب ليا في القائمه، اشتغلنا كمجموعه واحده كلنا ووفقنا ربنا ان احنا انضمنا لمجلس الاداره ونجحنا، اللي هو كان ابتداء تاريخ وجودنا في المجلس من 1 ديسمبر 2017. الفتره دي كلها هو اللي هي تحولك من عضو في النادي عضو عام اللي هي موجوده برضو الى عضو مجلس اداره.
اللي بيجمع الحاجتين في الواحد حاليا، انا بالاضافه للحاجه الرئيسيه ان الواحد عضو عامل، عضو مجلس اداره واهلاوي، واحنا كلنا المجلس الحمد لله كده يعني بنجمع عندنا المشكلتين يعني. مش مشكلتين انما يعني اللي هو الفليفر او الحاجتين اللي هو انا اهلاوي وعضو مجلس اداره النادي الاهلي. طيب المسؤوليه اختلفت تماما بعد تولي المسؤوليه كاحد اعضاء مجلس الاداره ونجاح القائمه كامله بقياده كابتن محمود الخطيب، هذا النجاح الكاسح اللي كان في الانتخابات الاخيره لمجلس الاداره تلقى مسؤوليات كثيره جدا على المجموعه اللي بتدير هذه المرحله، ابرز عناوين هذه المسؤوليات؟ طبعا هو كاي مسؤوليه وخصوصا مسؤوليه جوه النادي الاهلي، ودي مسؤوليه ضخمه لان انت مش بتتكلم على اعضاء جمعيه عموميه للنادي بس، اعضاء جمعيه للنادي وجماهير منتشرة ملايين في العالم العربي كله، فمسؤولية مضاعفة ان انت ازاي نواجه ان احنا التحديات كلها بتاعتنا عشان نحقق طموحات اعضاء الجمعية يومية وطموحات اعضاء جماهير النادي الاهلي. انما الابرز ان هو عضوية مجلس ادارة الاهلي بتحملك تبعات اضافية، ان ممكن يكون لها قيود اضافية في في نواحي حياتك كلها، لان بيبقى في التزام تاني ناحيه النادي الاهلي بجماهيره العريضه واعضائه وكل حاجه، للرموز تحديدا اللي بتمثل طبعًا النادي طبعًا. كشخصيات عامه هي اللي بتدير النادي ده بيلقي عليها مسؤوليات اكبر طبعا، من ضوابط وقيود. الحمد لله من الاول كلنا منضبطين، بس اللي هي الضوابط والقيود اللي متعلقه بقى، انا مش مشجع مش عضو في النادي، ليا مش بمثل نفسي بالظبط، لا امثل النادي الاهلي، فاي كلمه بتطلع منك او اي تصريح او اي حوار اصلا مع حتى جوه داخل النادي له قيود معينه ملتزما بادبيات النادي الاهلي يعني ومبادئه طبعا. طيب استاذ طارق، الكل بيتساءل، كان مفترض شهور بشكل دوري تجري سبعة اجتماعات أو تجرى سبعة اجتماعات تنعقد لمجلس الإدارة، أجريته أكثر من 17 جلسة لمجلس الإدارة حتى الآن، وتراوحت أعداد ساعات الجلسة الواحدة وصلت لست وثمان ساعات أحيانا، لماذا كل هذا الجهد مع انطلاقة مجلس الإدارة الحالي، وما أبرز الأمور اللي بدأتوا تشتغلوا عليها فور تولي المسؤولية؟ وأعداد الجلسات اللي انعقد فعلا هي كان 17 اجتماع ب10 جلسات، جلسات اللي هو رسمي او اللي هو جلسه مستمره احيانا وبتستمر ف17 او بساعات طويله. ده طبعا لحجم الاعمال اللي مطلوبه في النادي الاهلي، والحاجه الثانيه اللي هو الاتفاق اللي اتفقناه بقياده الكابتن محمود الخطيب من اول جلسه ان المفترض الاربع سنين دول ان شاء الله على طول من اول دقيقه في جزء من في حاجه يعني استمراريه للعمل الدؤوب داخل النادي الاهلي للآتي، لأن في تحديات كتيرة جدا موجودة سواء إنشائية أو خدمية أو ملفات رياضية، والحاجة التانية أنت المفروض إن إحنا جايين نرضي طموحات أعضاء وجماهير النادي الأهلي، فجزء كبير طبعا كان لازم بيتلوها اجتماعات مستمرة لحاجات كتيرة متعلقة بأخذ قرارات أو ملفات الأنشطة الرياضية والخدمية. فهو ده المفترض مطبخ العمل اللي شغال على طول في النادي، والمكتب التنفيذي على فكره كمان المكتب التنفيذي انعقد حوالي 24 او 25 بلا مستمر 24 مره اجتماع مكتب تنفيذي، يعني قلما ما تلاقي في ظرف فتره قصيره، احنا بقى لنا حوالي 8 شهور تقريبا يعني، كم اجتماعات اللجان تفعيل للجان بطريقه غير طبيعيه، يعني هي لجنه عليا موجوده جوه النادي وتحتها في حوالي 11 لجنه، لجان شغاله على طول في 8 لجان، وفي لجان اخرى اللي هي مش تحت اللجنه الاولى لكن في لجان سواء تطوير التكنولوجيا او غيره، يعني في تفعيل جامد جدا لدور اللجان دي من ابناء النادي الاهلي شغالين سواء لجنه الشباب والمراه والقدرات الخاصه والمسؤوليه المجتمعيه، واستحدثنا لجان منهم استحدثت في المجلس ده، فهتلاقي حقيقة النادي كله على بعضه في خليه عمل شغاله باستمرار، في المدير التنفيذي الاداره التنفيذيه شغال على اكمل وجه، يمكن امبارح انا كنت زي تواجدنا ده احنا ما لناش مكتب في النادي، احنا بنقعد نشتغل في مكاتب جوه النادي لكن ما فيش مكتب لعضو مجلس الاداره، يعني بنشتغل في اوضه مجلس اشتغلوا في مقر الادارات المختلفه في النادي او في اوضه مجلس الاداره، ومتواجدين جزء كبير في مكتب المدير التنفيذي العميد محمد مرجان، لدرجه انا بصيت حتى لقيت ولاده جايين يزوروه ما بيشوفوش يعني، ف لان حجم العمل متطلب انه يبقى متواجد في النادي طول الوقت، اداره تنفيذيه لجان كل الناس شغاله، بس ما يميز النادي الاهلي برضو على مدار عصوره ان ما في في حاجات بتطلع وفي حاجات
يعني قريب كان في الاحتفالية الجميلة اللي اتعملت اللي عملها المجلس الإدارة بخلال كابتن محمود خطيب اللي جمعت كل الفرق الرياضية، ودي الأول مرة تجمع كله مع بعض بما فيها فريق كرة القدم بالضبط. كل ده مثلا مجهود مضني اتعمل في ليلة أو يعني في ثلاث ليالي عشان تقدر تخلص الكلام ده، مجهود الإدارة التنفيذية والترتيبات الفنية والترتيبات الفنية فحاجات كتير. طيب لسه برضو او من يومين اعتقد اللي بيتابع قبل ما حضرتك طبعا هتقول لنا تفاصيل كتير قوي عن سياسات وشغل مجلس الاداره، واحنا بنستعرض كمان لقطات كتيره من جلسات العمل ومن التحركات في المقار المختلفه وفي افرع النادي سواء الجزيره او الشيخ زايد او مدينه نصر، وتحركات الكابتن خطيب واعضاء المجلس وزياراتهم الميدانيه وحواراتهم حتى مع الاجهزه التنفيذيه والمدراء التنفيذيين او مع اعضاء الجمعيه العموميه للوصول الى افضل نتائج ممكنه. بس اعتقد ان اللي بيتابع حضرتك دلوقتي بيسأل الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة الحالي بكل ما يمثله من تاريخ وحجم نجاح وجماهيرية ونجومية، تعاملك معاه داخل مجلس الإدارة هل وجدت من خلاله أنه رئيس مجلس إدارة ديمقراطي بيستمع لكل الآراء وحريص على الاستفادة بكل الخبرات والكوادر حتى الشابة داخل المجلس، أم رئيس مجلس إدارة ديكتاتور؟ لا يعني هو بالعكس، هو اللي بيحصل حتى يعني في ثلاث ساعات المجلس في معظم الأحيان بتبقى طويلة يعني، فانت من التركيز اللي موجود من الجميع ان هو صعب قوي ان خلال الجلسه تسرح شويه يعني تخرج بره مود الجلسات شويه. حته ديمقراطيه كابتن محمود الخطيب لا في مشكله، انا كابتن محمود الخطيب بيبقى عنده مشكله لو في حد ما قالش رايه يعني لما يكون في قرار معين لا بيصر نسمع كل الاراء طبعا وفي المناقشات كلها يعني للامانه كابتن محمود اداري ناجح جدا يعني على الترابيزه ما شاء الله كلنا كل واحد بيقول اللي هو عايزه، حتى الكوادر الجديده على المجلس استاذ طارق قنديل من الكوادر اللي دخلت لاول مره في شباب يدخل لاول مره، انا ما حسيتش بغربه ما دخلت مجلس اداره النادي الاهلي لحاجتين، انا شغل الاحترافي اصلا اللي هو الشغل المصرفي، انا في مؤسسه في عمل مؤسسي الحمد لله من اكبر المؤسسات في الشرق الاوسط، في عمل مؤسسي جامد جدا نفس العمل المؤسسي ده موجود عندنا في النادي الاهلي وبيقوده كابتن محمود الخطيب، ما حسيتش غربه في السيستم كده عن كده في اداره الجلسات او في علاقتها ومقارنتها بالعمل بعملك خالص. في حاجه طبعا طرائف بتحصل في يعني انا فاكر كان عندنا كنا في ليله راس السنه والاجتماع طول فتره كبيره وكان يوم 31/12 واكيد كل واحد عنده ارتباطاته الاسريه او مع اصدقائه يعني عنده في ملفات كتيره قوي شغالين فيها والمجلس قاعد شغال ومنعقد وقتها. انا اتذكر ان انا طلبت قلت اعزم زمايلي على العشاء فطلبت عشاء من بره النادي، ففوجئت وقت ما الكابتن الخطيب عرف ان في عشاء جاي من بره النادي قال لا بره النادي لا احنا واحنا قاعدين هنا جوه النادي بناكل من المطاعم زي الاعضاء اللي موجوده المنافذ الموجوده جوه النادي الاهلي. الكلام ده ما بيضايقنيش بالعكس يعني اللي هو الجزء الانضباطي والمؤسسي في تعاملاتي انه حريص حتى على صوره المجلس انه ما يقولش خطا ان المجلس بيتعامل او بينفق بشكل مبالغ لا مش انفاق هو ده احنا بنجيب اكل عسل يعني احنا واحنا قاعدين مفهوم انه حتى دي فكره ان انا ما اخدش خدمه مختلفه عن خدمه عضو النادي والحمد لله حتى بمناسبه المنافذ الموجوده جوه النادي من ضمن الملفات يعني زي ما بقول لحضرتك احنا اشتغلنا ملفات كتيره قوي في الملف الانشائي والانشائي في الملف الخدمي في الملف الرياضي في الملف المالي والتسويق ده اللي هنوصل له حالا يا استاذ طارق. بس بقى سؤال واحد متعلق بتخصص وخبرات في عمله الخاص كل واحد من اعضاء مجلس الاداره. كابتن الخطيب خلال الحمله الانتخابيه قدم القائمه كلها في احد اللقاءات كان في الشيخ زايد وقال اسباب والكرايتيريا او معايير اختيار كل عضو من اعضاء القائمه دي، هل شفت التنوع ده وحضرتك شفت وعلى قناعه ان هذا التنوع يسمح لكم دلوقتي بتوزيع الاختصاصات اللي المجلس بيعمله انه بيدي كل شخص من اعضاء المجلس الملف اللي اقرب لعمله واللي يقدر يشرف عليه، هل دي ميزه موجوده في النادي الاهلي حاليا فكره توزيع الادوار والتخصص في كل مجال؟ هو احنا منبثقا مجلس اداره او اللي قرر تشكيلها مجلس اداره واحنا متواجدين فيها كاعضاء المجلس هتلاقي كده، هتلاقي ان سواء في تخصصاتنا او خبراتنا كل واحد بيتم الاستفاده منه. يعني حضرتك بتتكلم على الحداثه في المجلس يعني مثلا الاستاذ محمد الجارحي والاستاذ محمد ضماطي المفروض من الحداث برضو في المجلس يعني حضرتك وكل ليهم اول ما انعقدنا يمكن كان تالت جلسه او حاجه
تنظيم 4 بطولات أفريقية في مصر والحمد لله ونجحت على أكمل وجه. فأقصد أن الاستفادة من جميع أعضاء كل المجلس الكوادر الموجودة في المجلس موجود ماشية بأفضل شكل ممكن. موجود وبأفضل شكل مع الالتزام بص حضرتك اللي هو متفقين عليه بقيادة الكابتن محمود خطيب من أول لحظة. زي أي قول حضرتك لما تشوف الكلام ده هتلاقيه على طول هو زي الكتاب ما بيقول في علوم الإدارة في أي مؤسسة ناجحة إداريا. بنختلف جوه المجلس وارد جدا وعادي جدا وده صحي لصالح النادي على ان يخرج قرار واحد يمثل خرج ده امر المجلس اللي اصلا اللي كان معترض على قرار معين هو بيتبنى القرار اللي اتاخد اكتر من زميله. فهي دي الادبيات احنا متفقين عليها حتى لو كانت قناعته الشخصيه داخل المناقشه بشان القرار ده مختلفه لكن بالزبط. بيرتضي القرار ويصبح جزء من الجهه اللي يعني بتساند هذا القرار بالظبط. وده دايما اللي بيميز النادي الاهلي ان دايما يقال زي كل المؤسسات اكيد عنده مشكلاته اكيد عنده خلافاته لكنها غير معلنه داخل دايما الغرف المغلقه لمناقشتها اللي هو الطبيعي في اي مكان ده المفترض اي مكان ناجح المفترض في اختلاف ده صحي وموجود ولازم يكون في اختلاف طبعا أكيد. لكن في النهايه الرؤيه واحده طيب. وان احنا متفقين في النهايه هو من اول يوم النادي الاهلي قدام عينينا يعني ده التركيز الاكبر يعني الحفاظ على هذا الكيان والارتقاء به بالظبط. طيب الامور اللي حضرتك قلت بداتوا تشتغلوا عليها في هذه الجلسات اللي وصلت ل 10 جلسات امتدت ل 17 اجتماع هنتكلم عن عدد من الملفات كان منها الهيكله الاداريه والماليه بافضل شكل ممكن يحافظ على موارد النادي ويطور هذه الادارات. اشتغلتوا على ده ازاي يا استاذ طارق؟ بص حضرتك يعني عندك المحور المالي والاستثماري وفي الجزء الخاص بملف الانشاءات وفي الجزء الخاص بالجزء التسويقي وفي حضرتك الجزء الخدمي والنشاط الرياضي سواء النشاط الرياضي او كره القدم اللي هو الملف الرياضي كله. كل الحاجات دي تم العمل عليها وبطريقه الحمد لله محترفه داخل النادي الاهلي. انا حكي لو اتكلمنا على الجزء المتعلق بالمحور المالي والاستثماري احنا بدأنا بأكبر عقدين حصلوا في تاريخ الرياضة المصرية عقد الرعاية وعقد البث. عقد الرعاية اللي كان وصل ل 500 مليون وعقد البث اللي وصل ل 400 مليون. عقد الرعاية في تنوع فيه حاجات جديدة حصلت فيه وفي حقوق مش موجودة برضو إن شاء الله قريب هتطرح يعني مش عايز أتطرق ليها هدوس لأن الأهلي ليه حقوق تانية بيبدأ طرحها. عقد البث برضو الحمد لله رقم الرقم وصلنا 400 مليون واشهد برضو لان حضرت الاجزاء كبيره من لان لو تفكرك الرعايه خدت اشد وجذب ومزايدات وكان دور كابتن محمود الخطيب غير طبيعي وما حدش يعني ما بنخرجش نوكي بس هو ده اللي حصل وقتها يعني في المفاوضات ان احنا نوصل للارقام في ظل فترات قياسيه صغيره لان في حاجات خدت شد وجذب كتير. اهم ما يميز النادي الاهلي في الاجزاء دي كمان هو انت عندك شراكه بتحترم اسم النادي الاهلي. يعني حضرتك المعسكر بتاع النادي الاهلي بتاع فريق الكوره اتعمل وده كلف حوالي 300 او 350 الف يورو من شركه الرعايه قبل ما يتم توقيع عقد الرعايه. يعني عقد الرعايه لسه بشكل في ثقه في الكيان اللي بيتعاملوا معاه اسم النادي الاهلي. اسم النادي الاهلي. الحاجات المتعلقه بالحقوق نفسها مع الاطراف الاخرى لا فيها احترام لاسم النادي الاهلي وفي نفس الوقت بيتم باستمرار ان انت بتنوع مصادر دخلك فيها ايه. ده بقى تحدي كبير جدا بيواجه المؤسسات الكبيره زي النادي الاهلي يا استاذ طارق. طبعا 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 وشراكه استراتيجيه المفروض انت يعني دي هتخليني اتناول حته الجزء المتعلق بالتسويق جوه النادي الاهلي. يعني مجلس إدارة استعان بالدكتور سعد شلبي هو احد القامات التسويقيه في العالم العربي يعني يشهد له ودكتور سعد تم اعاده هيكله اداره التسويق جوه النادي. اداره التسويق عليها مفهوم تاني مختلف جه مدير متمرس له خبره في كبرى الشركات في المجال ده. الاجزاء دي مهمه جدا لان هي بتضمن حقوقك العقود نفسها تعظيم العقود والموارد تعظيم العقود وفي نفس الوقت تنفيذ العقود ومتابعتها ان العقود تضمن حقوق النادي الاهلي وتضمن برضو الواجبات اللي عليه ناحيه الاطراف الاخرى الموقع فيها العقود. حته التسويق الاستثمار اختلفت جامد جدا عشان كده خدت اولويه من عندنا كمجلس غير طبيعي. يعني لسه من كام يوم كنت قاعد مع الدكتور سعد فلقيت في حاجه في اداره جديده اتعملت جوه اداره التسويق اسمها خدمه العملاء والتسويق الداخلي دي مش موجوده في ادارات التسويق قبل كده في مصر.
ايه دورها الرئيسي يا استاذ طارق؟ دورها الرئيسي انك برضو اللي هو اعاده التوظيف الصح لاسم وشعار النادي الاهلي داخليا جوه مصر، وفي نفس الوقت انت النهارده بتشتغل بمفهومه كلمه مفهوم اللي هو تقديم خدمه. حضرتك بتشتغل اللي هو شغل الريتيل، ده بيختلف ازاي تقدم الخدمه صح. خدمه عملاء حضرتك بيبقى المفاهيم مختلفه مطلقا عن الشغل اللي هو المتعارف عليه، لان النهارده بتتعامل مع اطراف كتيره جدا، بتتعامل في حاجات تسويقيه، حقوق تم ابتكارها، فالملفات دي بتاخد عنايه. هل هنا حضرتك تقصد ان النادي عايز يصل بالخدمه اللي بيقدمها على كافه المستويات سواء لاعضائه او لاي اطراف بيتعاقد معها او يدخل معاهم في علاقه عمل من خارج النادي الى اعلى مستوى من الخدمه بيقدم من اعلى شركات في القطاع الخاص في المجال ده؟ بالزبط. عايزين توصلوا لنفس الجوده دي بالظبط، اللي هو الطريقه الحلفيه. بص حضرتك احنا ما بنلعبش انتخابات. يعني احنا الجمعيه العموميه اولادنا ثقتها، بنشتغل في النادي الاهلي عشان النادي الاهلي مش النهارده ولا بكره، النادي الاهلي على اللونج تيرم، انما مش عشان ارضاء حاجات فرقعات معينه لانتخابات شخصيه او دعايه اطلاقا، ويمكن او حاجات ممكن في حاجات ممكن تتعمل تضر النادي على المستقبل البعيد، وممكن في المدى القصير تعمل فرقعات وي. المجلس الموجود الحالي عكس الناس دايما بانكم رغم مطالبتنا ومطالبه كل وسائل الاعلام في مصر بظهور اعضاء مجلس الاداره في وسائل الاعلام واولهم كابتن محمود الخطيب، الا ان يعني دايما اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي مقلين في الظهور اعلاميا لانهم مش من انصار الدعايه لنفسهم، بيحاولوا ان سياسات العمل هي اللي تعلن عما تم انجازه. يعني عشان كده احنا الدعوه تنسيق مع مجلس الاداره، وبصعوبه قدرنا نصل لهذا الاتفاق. قبل ما اسمع رد حضرتك او تعليق حضرتك مع النادي الاهلي سياده المستشار اسامه قنديل. سياده المستشار اسامه قنديل مساء الخير واهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك، بيسلم عليك المستشار اسامه قنديل. ازيك يا استاذ المستشار؟ احنا سعداء بمشاركتك معنا طبعا سيادة المستشار، وعايزين نسمع رأيك في سياسات العمل اللي حضرتك طبعا بحكم علاقتك بالأستاذ طارق وبحكم حبك وانتمائك للنادي الأهلي على مدار سنوات طويلة طبعا متابع انها بتتم، خطوات التطوير اللي بيعمل عليها مجلس الإدارة الحالي، حضرتك شايفها ازاي؟ طبعا الحقيقة في البداية بصراحة حضرتك محمد وراحل طارق قنديل، وطبعا الحقيقه نفس الخطيب ومجلس اداره النادي الاهلي غني عن التعريف وغني عن الكلام عنهم، ونفس السياسات السابقه من ايام كابتن حسن وابو كابتن الراحل العظيم اللي هو الدكتور صالح سليم، السياسات القائمه على الهدوء على العمل المؤسسي على عدم دغدغه او دغدغه المشاعر او عواطف الاهلاويه، يشتغل دايما فيما هو صالح النادي الاهلي وبس، فيما يراه صالح الرياضه المصريه، وهي معروف ده امتداد كانت ثابته برغم كل ما يعني حدث من محاولات على الازمات او على الايام المصدر او الشهور الماضيه، لكن المجلس ثابت، المجلس بيشتغل ان شاء الله. يعني اعضاء النادي الاهلي بيشعروا حجم العمل حاليا، وان شاء الله الجمهور برضه هيال باذن الله خصوصا جدا تقدم في مستوى الفريق الاول لكره القدم ومستوى الرياضه عموما في المملكه ان شاء الله. نعم تقدر تقول هنا سياسه هادئه مؤسسيه قائمه على العمل الموضوعي، فيها عمل ممهد. ورأي حضرتك ايه كمان سيادة المستشار باعتبار طبعا انك من اصحاب الخبرات بالنادي الاهلي، عضو منذ عام 1980، مستشار قانوني في ظل مجلس الاداره السابق للنادي الاهلي، شايف ازاي التصريحات اللي دايما بتؤكد عليها المجالس المتعاقبه واللي اكد عليها اكتر من مره الكابتن محمود الخطيب خلال الانتخابات الاخيره لمجلس الاداره، وقال ان كل مجلس بيجي يكمل ويبني طوبه على ما تم انجازه في المراحل السابقه، وان سياسات النادي الاهلي ومجالس الاداره المتعاقبه هي التكامل والتواصل واستكمال ما سبق بانجازات اكتر والسير على نفس النهج من اجل الحفاظ على الاستقرار في النادي الاهلي. راي حضرتك ايه في الكلام ده؟ انا موافق عليه جدا، والكلام ده حقيقي، الكلام ده ما هوش عراق، وزي ما قلت لحضرتك المجال كلها من قبل حتى كابتن صالح وحتى المجلس طبعا السابق بالنسبه للمهندس المحترم
الأخ محمود طاهر كان مجد بناء مجد شغل ولا أحد يمكن مجهوده ولا يستطيع أحد أن يمكن مجهود مجد السابق في الأعمال اللي قام بها. والزمان كان هناك نقص تمثيل المجلس الحالي وهكذا المجلس الحالي هيكون عنده نقص تمثيل المجلس اللي بعديه أكيد نفس المجلس الأول طبعا. فهو ده النادي الأهلي. فلذلك النادي الأهلي احنا بنقول عليه ليه مستمر مستقر عنده تطوير تاريخ. المجلس النادي الأهلي مفيش من امبارح، النادي الأهلي من زمان والنادي الأهلي قائم كلنا محفوظين. أهم حاجة حضرتك بتتمنى تحقيقها في ظل مجلس الإدارة الحالي في وجود الأستاذ طارق أنديل لأول مرة في مجلس الإدارة والمجموعة الحالية القائمة الحالية بقيادة كابتن محمود الخطيب، إيه أولويات العمل اللي حضرتك بتتمنى إنجازها وتحقيقها في الفترة اللي جاية إن شاء الله؟ الحقيقة برضو مزيد من الإنشاءات تطوير الإنشاءات، مزيد من خدمات الأعضاء، استكمال وأنا لازلت أصر استكمال برضو ما قام به مجلس السابق بكل موضعية. وده اللي الكابتن الخطيب قال الا الكابتن الخطيب بيبدا الافتتاح او بيبدا الاحتفال بيها بيقول ما انجزه مجلس السابق. فاحنا عايزين مجلس الانتاج مجلس التطوير والناس كلها انا شايفهم بيشتغلوا ومن قادر اقول غير ان احنا معاهم كاعضاء وكمان بندعو لهم بالتوفيق ان شاء الله. ان شاء الله يكونوا موفقين. وسعداء جدا بمشاركه حضرتك معانا سياده المستشار اسامه انديل المستشار القانوني السابق للنادي الاهلي واحد رموز النادي الاهلي. تعليق حضرتك هو بس على ان احنا برضو النادي الاهلي الحمد لله كمؤسسه احترافيه وولادها كده. يعني اول مره ما جيت انزل انتخابات على طول كان مشار اسامه انديل كان مشار المجلس كان حسن وكان محمود خطيب فقدم استقاله مباشره اعتذر عن الاستمرار عشان ما يبقاش فيه تضارب مصالح صله قرابه او تداخل مصالح او تضارب مصالح. فطبعا يعني تحرج من وجوده في هذا المنصب في ظل قرابه يعني قرابه درجه اولى مع مساهم في تفكير في تكوين تفكير وده جزء من فكره ان الكل دايما بيفكر في ان الكيان يبقى ماشي بالشكل الامثل قبل حساباتنا الشخصيه قبل حسابات يعني الامور الشخصيه. وده المفهوم اللي طول عمرنا احنا بنتكلم فيه كالاهلي فوق الجميع وفوقنا كلنا فوق اي من ابنائه اي حد من اولاد الاهلي هو مصلحه الاهلي تعلو على مصالح الشخصيه مصالح. طيب هنرجع نكمل كلامنا مع حضرتك عن عمليه التطوير. حضرتك قلت في هيكله لادارات كثيره بافضل شكل يحقق افضل عوائد للنادي واعضائه وجماهيره وبدات حضرتك بالاشاره الى اداره التسويق. ماذا عن باقي الادارات؟ عارفين ان كان في كمان شغل كتير جدا على مستوى كافه الادارات التنفيذيه. تمام هكمل حكي اللي هو الجزء المالي والاستثماري اللي هو تطرقنا طبعا ده مهم جدا لاداره التسويق والشغل اللي بتعمله. طبعا لا نغفل عن الدور اللي بيقوم بيه الاستاذ خالد الدرندلي امين الصندوق. تقريبا شبه مقيم في النادي يعني الحمد لله وبمفاهيم بيوظف خبراته اللي خدها على مدار عمره في المجالس او في عمله المصرفي. في من الحاجات اللي احنا بنبحث عن دايما عن افضل دخل يخش النادي الاهلي، افضل استثمارات تتعمل للنادي الاهلي. وده مش معناه احنا مؤسسه غير هادفه للربح، مش معناه ان احنا بنكون فلوس عشان الفلوس دي تخزن او يتم استثمارها كعوائد بس او كلا، لا عوائد للنادي الاهلي. لان يعني في مقوله دايما احنا عارفينها لرموزنا زمان يقول لك احنا النادي الاهلي لازم نكسب كتير كفلوس. لازم نكسب اموال وعوائد كتير قوي ولازم نصرف كتير قوي لان هو دور الفلوس اللي بتيجي في النادي الاهلي هي للصرف على انشطه الرياضيه وكره القدم واللي هي عصب لان زي ما بقول لحضرتك ان النادي الاهلي مش مجرد اعضائه ده هو جماهيره اللي هي الجزء الرئيسي اللي كونت النادي الاهلي هي جماهير واللي التفت وارتبطت بشخصيه النادي الاهلي وزادت مع كل نجاح بيحققه حتى لو هي مش موجوده في المدرج على فكره. هي جماهير النادي الاهلي هي دي الشريك الرئيسي للنادي الاهلي باداراته بكيانه بكل حاجه. يعني مع احترامي دايما طبعا الجمعيه العموميه العضو الاصيل وي وجماهير النادي الاهلي هي دي اللي كونت اسمه هي الحافظه هي حاميه النادي الاهلي واللي كونت حجم هذا الكيان طبعًا الناجح طبعا نعم. وده مرتبط بالنجاحات اللي حضرتك بتقول المجلس حريص على الابقاء عليها وزيادتها فكان من بالظبط فاي عوائد او استثمارات ماليه هدفها في النهايه هو الاعضاء واسعاد جماهير النادي الاهلي.
فعشان كده الفترة اللي فاتت بأكبر قدر ممكن حاولنا نوجد أساليب كتيرة قوي للاستثمار وداخل فلوس. على سبيل المثال خلينا ناخد مثال أو أكثر. زي حضرتك برضو في أوائل اجتماعات مجلس الإدارة بعد تشكيله المجلس شكل لجنة للأضوية، لجنة برئاسة الأستاذ إبراهيم كفراوي. اللجنة دي عملنا شغل كتير جدا، أنا موجود فيها يمكن أكثر من 2800 أضوية للنادي، منقسمة بين الشيخ أدويات في الشيخ زايد أو أدويات في النادي كله كجزيرة بكافة الأفرع بكافة أفرع. فلك أن تتخيل، وبعدين بمقاييس جديدة. يعني حضرتك في لجنة مقابلة شخصية بتتعمل، اللي هو بتنتقي كمان الحمد لله العضو اللي يليق بالنادي الأهلي، اللي هو يعني اللي بيحافظ على أدبيات النادي والمسيرة الذاتية بتاعته مع الالتزام بالضبط كمان مناسب للشكل والنسق العام للنادي الأهلي. يعني من ضمن الحاجات واحنا بنتكلم بنتأكد مثلا نطمن ان هو يقبل الآخر تصرف، يعني حاجات كتير قوي اللي هي طليق بالنادي الأهلي، انه ما يسببش ازعاج لحد، ما لا يؤذي باقي الاعضاء ويقبلوه، يعني يتقبلوه. خلال الفتره دي اكتر من 2800 عضو داخل. كان في عفوا كمان فكر حضرتك بيه، اكيد حضرتك كمان حابب تتكلم عنه، ولكن في التوقيت ده هو مرتبط بكلامك استاذ طارق دلوقتي. انكم عملتوا اعلنا ده في قناه الاهلي منذ عده اشهر خطوه مهمه جدا، قمتوا بعمليه تسويق وعمليه استفاده باللاعبين اللي ما كانش الجهاز الفني السابق محتاجهم، وعملتوا اتفاقيات تسويقيه واحترافيه وتعاقديه على سبيل حتى الاعاره، جابت عوائد عاليه جدا للنادي في مده لا تزيد عن 6 اشهر. هاجي الحاج في الجزء ده في حته الملف الرياضي، ملف الرياضي يعني ازاي بيتدار داخل النادي الاهلي. فحاك المحور اللي هو المالي والاستثماري الحمد لله بكل الطرق، حتى فيها جزء يعني ممكن اتكلم عليه في النشاط الرياضي، ممكن تتكلم عليه او في ملف كره القدم، ممكن اتكلم عليه في حته التسويقيه كمان والماليه الاكاديميات. احنا عندنا 11 اكاديميه السنه دي، المفروض داخل على في بين حوالي 6 أو 7 اكاديميات هتفتتح جديده. الشق ده انا بقول لك تاني في حته الملف الكره قال له بعدين، شق الاكاديميات وتوسع فيها، بعد فني وبعد استثماري استثماري. احنا يعني الحمد لله قريب المفترض حصل تجديد العقد مع الاكاديميه للاكاديميه في الكويت، اتجدد لمده 3 سنين تانية بثلاث اضعاف القيمه اللي موجوده حاليا. اتعمل عقد جديد في دوله الامارات برضو، الحاجات دي بتفيد جدا سواء جماهير النادي الاهلي المصريين الموجودين في الدول دي، وفي نفس الوقت بتفيد الوطن العربي، علاقتنا العربيه وعلاقتنا حتى على مستوى الوسط، بيديك ابعاد جديده تدخل فيها. فالاكاديميات برضو محور كبير من المحاور الناجحه. حضرتك شايف انها ماشيه سياسه ماشيه كويس والحمد لله كابتن محمود الخطيب موليها اهميه من ساعه ما جينا غير طبيعيه. يعني كلف كابتن خالد بيبو بيها، ولسه قريب كان حتى هو كان في مدينه من المدن وبيبحث اقامه، بحيث ان الاكاديميات هتطرق ليها حضرتك دلوقتي في حته اللي هي تواجدها ايه مهم مع حته الملف بتاع الكوره نفسها. عظيم، هنتكلم عنها، لكن هي مرتبطه باللي حضرتك كنت بتقوله من شويه، انه كيف نستفيد لصالح الاعضاء والجماهير باسم النادي الاهلي ونجاح بالزبط. هذا الاسم وجماهيريته بشكل الامثل بالزبط. ده مرتبط ارتباط مباشر بفكره. وقبل ما نقول حتى الماليه برضو عقد البث، يعني حضرتك شو يعني العقد البث بقيمته، يمكن جماهير النادي الاهلي جزء كبير منها كانوا يتمنوا ان مباراه النادي تذاع على قناه النادي الاهلي، على الهواء تذاع على قناه الاهلي. كان الفرق العائد للنادي فرق كبير جدا، اللي هو صب في مصلحه النادي اللي انت هتصرف بيه على ملف رياضي وكره قدم وانشاءاته في حاله انها لا تذاع بشكل مباشر. في حاله انها لا تذاع. كويس ان حضرتك بتوضح النقطه دي، ان دي نقطه جدليه في الشارع الرياضي الناس بتتكلم عنها. فرق كبير جدا، اللي هو احنا فضلنا مصلحه النادي فيه في الجزء ده، ان هو العائد اللي هيخش النادي اللي هيصرف برضه. طيب وهل ده ما يضرش يعني البعد الثاني اللي ممكن حد هو بيسمع حضرتك يساله دلوقتي؟ احنا عندنا تطلعات لقناه الاهلي، وقال عنها كابتن الخطيب كمان في الانتخابات بيعكس رؤيته ورؤيه مجلس الاداره، ان قال النادي الاهلي ده كيان كبير وده اغنى نادي في مصر، وقال هذه المؤسسه بتمنى ان شاء الله انا واعضاء القائمه اللي بتخوض الانتخابات معايا، الكلام على لسان كابتن الخطيب، ان هذه القناه تصبح افضل قناه رياضيه في مصر وواحده من افضل القنوات في الوطن العربي. ده الناس بتبني عليه حسابات كتيره وتطلعات كتير، الا يؤثر هذا البعد الخاص بالحسابات الماليه على مستوى الجوده اللي احنا بنتمنى تحقيقه في القناه مستقبلا، ولا ممكن ده يحصل بشكل؟ واحنا بنشرف دلوقتي احنا قاعدين في قناه النادي الاهلي، التطوير بدا في قناه النادي الاهلي، في تطوير كبير بدا،
وفي في مراحل جايه المفروض المراحل دي قريبه جدا. طبعا حضرتك عارف ان في مجلس امناء ومشكل من زملاء من اعضاء مجلس الاداره وبقياده كابتن محمود الخطيب ومتواجدين في القناه. في بعض التطويرات اللي حصلت بالفعل. وفي حاجات كتير قوي اللي هي برضو طموحاتنا اعلى من كده بالنسبه لقناه النادي بتجري دراستها حاليا، وحتى البعد اللي هو بتاع اذاعه الماتشات على الهواء ان شاء الله بعد كده اكيد هيوجد لها حلول بعد كده بعد المراحل دي اكيد مستقبلا يعني اللي بيحصل ده كمان مرحله. لكن حضرتك بتقول للناس ان لسه الفتره اللي هي اللي احنا فيها بعاد البث اللي اتعمل لم يكن ما كانش قدامك غير كده ان ده افضل نتيجه للمرحله افضل الحلول. انما تطوير القناه يعني في حقيقه بدانا بالفعل وبدا استوديو تحليلي الكابتن سعد عبد الحفيظ وهو يعني من قيادات النادي الاهلي، وده النادي الاهلي برضو يعني انا شفت في النادي الاهلي كابتن سعد عبد الحفيظ على الرغم انه ساب اداره الكره وزي قاعد مع كابتن محمد يوسف بالساعات يعرفه كل حاجه جوه جهاز الكره كانه ما زال مع الجهاز الفني. ده حب بقى للنادي الاهلي ده النادي الاهلي. يعني هنا بس عشان ناخد عنوان منشات للاستاذ طارق اندي، حضرتك بتقول لسه عمليه التطوير في القناه بدعم من مجلس الاداره بدات هي بدات بالفعل لسه في مراحل لكن في مراحل قادمه، وانه مستقبلا كمان قضيه اذاعه المباريات على الهواء مباشره بتجري دراستها وفي في العقود اللي بعد كده بقى ان شاء الله. لكن في عقد البث اللي هو اللي ده افضل شكل ماليا لكن البعد ده في دماغنا ان احنا طبعا ان لكن إن نوصل لافضل شكل لكن كحلول حاليا مع الفرق اللي كان كبير جدا في العائد لا كان الافضل مصلحه النادي طيب الاهلي. دي اتضحت النقطه دي. لكن بشكل عام عن القناه حضرتك بتؤكد ان مجلس الاداره حريص على توفير كل الدعم الفني والمالي واللوجستي لها في الفتره الجايه طيب. وان عمليه التطوير هتستمر وانها في الاساس دايما بتعتمد على زي جزء من كل الاعلاميه اللي النادي الاهلي شغال فيها. هناك عندك الموقع تم الاتفاق قريب كان بيتعمل مزايده مع شركه تتولى تطوير الموقع. عندك السوشيال ميديا يمكن صفحه النادي الاهلي على الفيسبوك اكتر من حوالي وصلت لحوالي 20 مليون تقريبا 20 مليون متابع. على تويتر في 3 مليون وحاجه على 12 مليون الرقم بيقولوا لي زملائي 12 مليون متابع جمعت كله مع يعني التواصل التوسع في فكره في التواصل اعلاميا مع جماهير النادي في كل مكان بالظبط. وان الاعلام بتاع النادي الاهلي ان شاء الله هيليق بالنادي الاهلي بس حقيقة هو التقنيات الجديده احنا اسرع الحمد لله ان احنا نصل اليها ونستخدمها ان شاء الله هيحصل ان شاء الله نشهد ده على وتأتي تباعا مراحل أكثر من التطوير بيعد بيها يعني معبرا عن نفسه وموقفه وموقف مجلس الإدارة بشكل عام بقيادة الكابتن محمود الخطيب. زي ما بقول لك عندنا تطوير حتة حتى واحنا بنتكلم في الحاجات دي احنا أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي وجزء من جماهيره وجمهوره في نفس الوقت ومحبيه. فالحمد لله كلنا هنتوقف مع تقرير بنستمع من خلاله لبعض الآراء، آراء كوادر متميزة جدا من داخل النادي الأهلي تتحدث عن عضو مجلس الإدارة الأستاذ طارق أنديل. يعني حاجة كبيرة جدا لأنه طارق بيحب النادي الأهلي جدا، ومن قبل ما يكون عضو مجلس إدارة هو مرتبط بالنادي الأهلي وارتباطه كل يوم عن التاني بيزيد. وجوده معانا طبعا كذا سفرية بالنسبة للنادي في المباريات الأفريقية، أنت ما بتبقى مع حد قريب غير إن بيبقى بعيد، فتجد الالتزام تجد التشجيع تجد الاحترام تجد ان هو بيبقى عارف دوره راجل قاعده ومجلس اداره بيبقى عارف نظامه ايه بيراقب الناس من غير ما يضايق حد، ما تحسش ان هو موجود لكن في نفس الوقت هو فاهم شغله وبيحب شغله وهو بيحب النادي الاهلي عشان هو طول عمره من قبل قاعده مجلس اداره هو طارق دايما بيحب النادي الاهلي وبيحب عمله. الاستاذ طارق اولا هو يعتبر بيخدم النادي جدا من زمان جدا يمكن من حوالي كان ازيد من 10 15 سنه. استاذ طارق انديل كان عضو اساسي من لجنه تنميه موارد النادي قبل ما يتشرف ويبقى احد اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي. الكلام ده من فتره كبيره جدا كان بيتواجد ضمن اللجنه ازاي ننمي موارد النادي، كانت ساعتها ظروف الماليه للنادي
يعني ضئيلة جدا، يعني ماشي بنمشي الحال بمعنى صح. ازاي احنا بنعمل ودائع في البنوك بحكم ان هو وظيفته في البنك اللي بيعمل بيه، فطبعا كان بيفيد النادي جدا في هذا المجال. بعد كده هو تولى منصب عضو مجلس إدارة في النادي الأهلي من أول يوم ضمن عائلة النادي الأهلي، إنه هو تولى إنه هو أحد أعضاء لجنة الشؤون العضوية. رئيس البعثة بيجي بيبقى وجوده من أول ما بنتحرك من القاهرة طيراننا وإحنا ماشيين وصل، بعدين بيمثل النادي الأهلي. عارف الكلام اللي يقوله إيه والكلام اللي ما يقولوش إيه، عارف طريقته مع اللعيبة، هو صديق اللعيبة كلها، لكن بيبقى عارف ان امتى اللي يضحك وامتى ما يضحكش. خلي بالك ده موضوع، ده مش سهل ان انت تغير شخصيتك حسب عملك، فتحس بيه عضو مجلس اداره وقت عدم الشغل تحس بيه ان هو صديق من النادي الاهلي. شخصيه ظريفه جدا وكويس، يعني ممتاز في كل حاجه، اراءه ايجابيه، يمكن لان هو بيعمل في مجال البنوك طبعا، دي مدياله اتاحه اسلوب التفاوض كويس جدا سواء مع عملائه او مع اعضاء النادي، اسلوبه كويس جدا في اللجنه اللي هو بيتشرف فيها. يمكن احنا الاثنين، يمكن انا برضك نفس، انا ابن بنوك برضك، فالعمليه انا بحس منه ان هو ابن النادي من زمان، يعني اراؤه يعني مش قادر اوصف لك ازاي، في اسلوب تفاوضه وابتسامته حاجه كويسه جدا، وخاصه ان هو من زمان زي ما انا وضحت ان هو ضمن اعضاء يعني لجنه تنميه موارد النادي، ودي انا بفكره بيها لان فعلا كانت دورها ايجابي جدا في ظل ان احنا مرينا بظروف صعبه ايام الثوره وايام كده، وكان هو دوره ايجابي فيها يعني. اهلا بحضراتكم مره ثانيه، تابعنا هذا التقرير واراء مجموعه من نجوم ومن الكوادر المتميزه والناجحه في النادي الاهلي في اداء وفي شخصيه كمان وطبيعه التعامل على الجانب الانساني، ليس فقط كعضو مجلس اداره او كمسؤول في النادي، مع الاستاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره. استاذ طارق، عندنا هنحاول نستفيد باكبر قدر ممكن في الوقت المتبقي من عمر هذا الحوار، وهنسمع اراء حضرتك في نقاط كثيره جدا الناس عايزه تعرف تفاصيل عنها. نتكلم عن امور تتعلق بكره القدم وفرص المنافسه والعوده لكاس العالم للانديه والفوز بالبطوله الافريقيه. هل مجلس الاداره على قناعه تامه ان الامور الفنيه والجهاز الفني ومجموعه اللاعبين الحاليين بتوفر كل ما يحقق تطلعات النادي، ولا في دعم قادم للفريق وللجهاز في الفتره الجايه؟ الاول هبدا بالاجابه على الاخير. احنا طبعا عندنا كلنا ثقه ان شاء الله مطلقه في الجهاز الفني واللاعبين، ان شاء الله انهم على قد المسؤوليه. تداولنا للكلام ده في مجلس اداره النادي الاهلي وطريقه ادارتنا ليه. من اول جلسه تم تشكيل لجنه كره على اعلى مستوى بيقودها كابتن محمود الخطيب. لجنه الكره دي حساسيه ملف الكره بالذات لها حساسيه مطلقه في النادي الاهلي، اللي ده من اهم الملفات، وفي نفس الوقت مرتبط جماهيريا واعضاء وكل حاجه، محبين النادي الاهلي في الوطن العربي، مرتبط بالكيان بشكل عام يعني بشكل كامل يعني. فالملف ده بالذات بيتم التعامل معاه بحرص شديد من قبل جوه النادي. لجنه الكره قامت بقياده كابتن محمود الخطيب، عملوا هيكله، اعاده هيكله داخل قطاعات الكره المختلفه. تم ضغط، لو لاحظ حضرتك ان في الكوادر في الفترات اللي فاتت كان عندنا ازمه كوادر جوه النادي. بدا ضغط اللجنه، ضغط كوادر جديده جوه النادي، زي كابتن حسام غالي كمنسق عام للكره، وزي كابتن محمد فضل كمدير للتعاقدات، ونفس الكلام انطبق على قطاعات الناشئين، وجود كابتن عادل عبد الرحمن 20 سنه، وجود الكابتن هاني بما يمثله من تاريخ. فكل الكلام دوت حصل في قطاع الكره وما زال بيحصل. البنيه التحتيه الرئيسيه للنادي الاهلي هو قطاع الناشئين، هو ده النهارده في غلاء غير طبيعي وغلاء رهيب في اسعار اللاعبين.
النادي الاهلي بيأول بنية تحتية ليه قطاع ناشئين، ده مش معناها ان لو في صفقات النادي محتاجها النادي مش هيجيبها، لا احنا لكن ما يبقاش الاعتماد فقط على صفقات من الخارج. بالظبط، انما السياسة اللي مبنية ان انت بتبني بنية تحتية للنادي الاهلي. هل ده معناه ان في قطاع تركيز بشكل كبير يا استاذ طارق هيقول يعني بيقول ان خطوات التطوير والنهوض بالقطاع في الفترة الجاية هتبقى بترتكز على اهداف تتحقق او بتصل لاهداف انها تنقل المستوى القطاع ده نقله ثانيه خالص؟ وهو ده فعلا وهو ده اللي بيحصل حاليا. وده برضو تاني عشان ما يؤولش الكلام ان احنا بس الناشئين، لا الناشئين اللي هو المفروض هيقوم عليها النادي الاهلي، وده القطاع ده لو مدعم جامد جدا بكوادر وبي بكل اساليب الاداره المحترفه والتدريب موجوده في النادي الاهلي، خصوصا انت النادي الاهلي اللي هو الحمد لله معظم الكل بيلعبوا في مصر يتمنوا وهم صغيرين يلعبوا في النادي الاهلي اكيد. والجزء الثاني المتعلق بالناشئين برضو اللي هو الاكاديميات اللي كنا بنتكلم عليه، لان الاكاديميات هي نوال الناشئين، لكن الكره لها الصلاحيه المطلقه في اداره الملف ده، والحمد لله بيتم التعامل معاه. ده امل النادي الاهلي ان شاء الله في حاجات كتيره كامل جمهوره عندنا اطمئنان كامل للخطوات اللي بتقوم بيها. طيب هتشارك معنا على الهاتف الدكتوره رانيا علواني عضو مجلس اداره النادي الاهلي. مساء الخير يا دكتوره رانيا. مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ اهلا بيكي وسعداء بمشاركه حضرتك معنا، اهلا وسهلا. وضيفنا طبعا الاستاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي. طبعا زميلي العزيز ومشرف الشاشه، ومبروك الانطلاقه الجديده للقناه. الله يبارك في حضرتك وفي مجلس الاداره كله، سعداء بمشاركتكم معنا طبعا وظهوركم ان شاء الله في الفتره الجايه على شاشه القناه من اجل التواصل مع جماهير القناه وجماهير النادي في كل مكان، وانهم يسمعوا ارائكم في كل الاتجاهات ان شاء الله يا دكتوره رانيا. عندنا ثلاث محاور رئيسيه عايزين نعرف راي حضرتك سريعا فيها. اولا قناه النادي الاهلي، التطوير كنا لسه بنتكلم عنه مع الاستاذ طارق، وبيقول انه امر من اولويات عمل مجلس الاداره الحالي، ان فيه اهتمام كبير بالنهوض بشؤون القناه في الفتره الجايه. يا ريت نسمع راي حضرتك. تمام، الحمد لله. الحقيقه انا يمكن يعني حضرت بعض الاجتماعات لشركه الاهلي للانتاج الاعلاني، وكان من الاولويات او من اولويه مجلس الامناء هو تغيير القناه تغيير كامل. البدايه النهارده دي بدايه بسيطه، ولكن هيكون في بعد كده حاجات اكتر شويه. احنا هنطلع بقناه اتش دي، وهيبقى في خريطه جديده جدا اكبر من كده واقوى من كده ان شاء الله. انتوا البدايه ان شاء الله المشرفه، ربنا يخليك. بعد كده على اخر السنه هيكون في خريطه كامله، بيشاركنا في ده ناس متخصصه جدا في الاعلام، بحيث ان احنا ننافس القنوات الرياضيه، ونبقى يعني نادي الاهلي قناه من القنوات المتقدمه، ويبقى فعلا متابعين القناه اللي هم اصلا متابعين ملتزمين، ولكن عايزينهم يكونوا فخورين ان شاء الله. يعني هنا حضرتك بتتفقي مع الاستاذ طارق ان دي رؤيه مجلس الاداره باكمله، ان التطوير بيتم وبيجري على مراحل قادمه، وهيكون مرضي لكل المحبين للنادي الاهلي وللقناه ان شاء الله. الخطوات القانونيه والخطوات الفنيه يعني اوريدي ابتدينا ناخد الخطوات دي، يعني مفيش حاجه ان شاء الله متاخره، ولكن ماشيه في الريتم اللي المفروض تمشي بيه الفتره اللي جايه، اللي هو التدريج في التطور، لان لازم كل حاجه تمشي متوازيه، الانشاءات في النادي والتطور اللي موجود في الاجهزه الفنيه، وتطور المجهود اللي موجود في انشاءات النادي والاسوار والحقوق الرعايه، كل ده بيمشي متوازي. ف بالتالي محتاجين يكون في تدرج في كل حاجه. اداء الاستاذ طارق قنديل كعضو من اعضاء مجلس الاداره لاول مره ضمن مجلس اداره النادي الاهلي، عايز اسمع كلمه من الدكتوره رانيا عنوالي عن اداء الدكتور طارق وعن التعامل مع الدكتور الاستاذ طارق قنديل على المستويين، مستوى المسؤول في مجلس الاداره والزميل في العمل، وعلى المستوى الاجتماعي والانساني. الحقيقه متشرف جدا، ولكن يمكن قبل مجلس الاداره كمان الاداء خلال الفتره الانتخابيه الحقيقه يعني اكثر من اخ وصديق، وقفنا مع بعض في محن كثيره عدينا بيها ومواقف كثير كانت محتاجه ان احنا نكون فريق واحد، وده اللي حصل. بالتالي لما دخلنا مجلس الاداره كان اولا انا محظوظه جدا ان احنا قاعدين جنب بعض في ساعات كتير. ليه الشرف يا دكتور؟ الاستاذ طارق بيضحك دلوقتي. ليه الشرف؟ كتير جدا ممكن يفوتني حاجه اغسها منه بسرعه على ما بيقول. ليه الشرف يا دكتوره رانيا؟ بيقول يعني الاستاذ طارق بيقول انه بيتشرف بزمالتك في المجلس. طبعا الشرف ليا. والحاجه الحلوه ان احنا استمرينا بنفس الروح في مجلس الاداره، ان احنا كلنا مترابطين وكلنا بنحاول نساعد بعض، اللي ناقصه حاجه بنكملها. في ناس يمكن كانوا موجودين قبل كده ومتعودين على بعض في المجلس، وفي ناس الروح الجديده اللي دخلت انا حاسه انهم عملوا اثراء كبير جدا للمجلس، وساعات بينظروا للامور بطريقه مختلفه بتخلينا احنا نفكر بطريقه مختلفه برضه. اخيرا دكتوره رانيا علواني، هل الامور ماشيه؟ اداء مشرف جدا، و
يعني انا بشكره على مجهوده خاصه كمان لو كنت حضرتك عارف ان كان في لجان متخصصه هو كان في بعض اللجان اللي كانت مضطره لجنه العضويه على ما اتذكر يا استاذ طارق العضويات الجديده اللي دخلت النادي انا فاكره ما كانوش بيروحوا كانوا بيقعدوا لحد الساعه 2 و3 الفجر في النادي لاختيار افضل العناصر اللي تتناسب مع مبادئ النادي الاهلي وتبقى داخل هذا النسق العام للنادي الاهلي كان في دايما في تشكيل اللجان كان بيبقى فيه كل الناس الماليه او اللي فيهم علاقه بالماليات مع بعض زي استاذ طارق استاذ خالد جرندلي برضو استاذ ابراهيم الكفراوي فكان عندنا دايما تيم ماليا حاسين ان احنا يعني لينا ظهر مالي كويس بنشكره على المجهود موفقين يا دكتورة موفقين وسؤال أخير مرتبط بأداء طبعا مجلس إدارة بما فيه الأستاذ طارق أنديل مجلس إدارة الحالي بأكمله بقيادة الكابتن محمود الخطيب هل تقييمكم الحالي يا دكتورة أن الأمور ماشية بشكل جيد ووفق البرنامج الموضوع كخطوات والبرنامج الزمني والمالي لعمليات التطوير في كل الاتجاهات هل راضيين عن نتائج العمل حتى الآن؟ المجموعة دي عمرها ما هتكون راضية لأن احنا دايما عايزين نوصل لأحسن فبالتالي احنا الخطة اللي حطيناها قبل الانتخابات ماشيين في الخطة مع ان كان في عقبات كتير في الفترة الاولانية حاجات ممكن ما كناش متوقعينها في حاجات ما كناش لمسينها في النادي الحقيقة كل مشكلة اتوجد لها حلول لكن التطور اللي حاصل او اللي الناس هتبتدي تشوفه في اخر السنة ان شاء الله من الانشاءات ومن الاجهزة الفنية بتاعت الفرق الرياضية ومن يعني احنا بنفكر كمجلس اداره ان كره القدم مش هي بس الحاجه الوحيده اللي احنا لازم نبقى فخورين بيها في النادي ولكن لازم العضو اللي موجود يقدر يستمتع بالنادي بتاعه يقدر يحس ان هو يقدر يروح مكان هو حابب ان هو يقعد فيه هو واسرته فبالتالي الانشاءات وخدمه الاعضاء كانت برضو جزء مهم وان كل عضو اللي هي اسره النادي الاهلي او برنامج عائله النادي الاهلي ينفذ فعلا والحمد لله ان احنا بنشتغل على كل ده يعني بشكرك شكرا جزيلا لا يعني هو طبعا محاولة أو طلب الأفضل والطموح ده أمر محمود ومطلوب خصوصا لما بنبقى بنتكلم عن مجلس الإدارة والمسؤولين في كيان كبير وكيان عريق زي النادي الأهلي بنسعد بمشاركتكم معنا دايما يعني سعداء جدا بمشاركة حضرتك معنا دكتورة رانيا علواني عضو مجلس إدارة النادي الأهلي أمنياتنا كثيرة جدا وعندنا ثقة في حضراتكم اللي تقدروا تحققوا للنادي وللقناة في الفترة الجاية وإن شاء الله كمان نسعد بوجودك معنا قريبا على شاشة قناة الأهلي بشكرك يا دكتورة راني شكرا توقف مع الفاصل الأستاذ طارق أنديل تعليق على الكلام بشكرك طبعا في المجلس بدكتورة راني يعني أنا مكاني جنبها في جلسات المجلس وأكثر من داعم لينا سواء أيام الانتخابات أو والمجلس شغال بخبراتها المتنوعة يعني حاجة تشرف النادي الأهلي للأمانة نرجع نكمل كلامنا عن ملف تمام ملف كرة القدم فنحن بنطمن الحمد لله لان احنا اهلوية زي جمهور فان شاء الله الناس ما تقلقش في لجنة كرة ان شاء الله شغالة كويس جدا في اهتمام على طول بإضافة كل ما يحتاج إليه الفريق وزي ما بقول حك الملف فيه حساسية مطلقة اللي هو كمان إيه يعني ده من أهم الملفات الحيوية داخل النادي وقبل ما نبدأ اللقاء حضرتك قلت لي إنه اصطلح واتفق مجلس الإدارة الحالي على إن من يتولى إدارة هذا الملف بشكل أكثر تخصصا هو لجنة الكرة في النادي بالظبط ممكن إليها المهمة كابتن محمود الخطيب طبعا في الجزء الثاني المحور الرياضي اللي هي الأنشطة الرياضية اتعمل اللي هي فيما عدا الكرة يعني غير كرة القدم اتعمل هيكلة لكل القطاعات النشاط الرياضي التدعيم حصل يعني في فرق مش محتاجة تدعيم يعني لو في حاجة الطايرة رجال وسيدات خدوا كل البطولات فمش محتاجة هنتكلم عن ده كمان بالتفصيل بالنشاط الرياضي بس نبقى قليلا مع كرة القدم حضرتك بتقول مجلس الإدارة الحالي ولجنة القرى مطمئنين إلى الوضع الحالي للفريق ومسار الفريق حاليا طبعا والقادم أفضل كمان وإن شاء الله القادم أفضل واهم حد في المنظومه اللي هو كلنا قانعين بيه هو جمهور كابتن محمود الجمهور وكابتن محمود وكابتن الخطيب والخبرات الموجوده في النادي حد بيقول الجمهور بيبتسم لان هو بيعتبر نفسه نعم. هو ده الحمد لله يعني اسم كابتن محمود الخطيب هو من جمهور النادي هنرجع نكمل كلامنا بس لابد ان نتوقف الان مشاهدينا مع فاصل قصير وبعد الفاصل نعود لاستكمال الحوار
اهلا بحضراتكم مره ثانيه، ما زلنا معكم من خلال اولى حلقات برنامج الاهلي ليله اللي هنلتقي مع حضراتكم من خلاله على مدار ايام الاسبوع، وبنسعد باللقاء مع حضراتكم في اولى حلقات هذا البرنامج. بنجدد الترحيب بعضو مجلس اداره النادي الاهلي الاستاذ طارق انديل، وفي الوقت القليل المتبقي احنا حريصين نسمع وجهه نظر حضرتك في عدد من النقاط المهمه جدا. تعليق اخير بس بنفكر حضراتكم بامر كان حريص على ان يصل او تصل هذه الرساله للجماهير ومشاهدي القناه واعضاء النادي. استاذ طارق بيقول ان اهتمام مجلس الاداره وتركيزه على تطوير قطاع الناشئين والنهوض بهذا القطاع المهم فنيا واستثماريا وتسويقيا لا يغني عن اهتمام النادي الاهلي طبعا باختيار دائما ابدا افضل العناصر اللي بتضيف لقدرته على المنافسه وعلى التفوق كرويا وفي كافه اللعبات، بعيدا عن طبعا الاهتمام بقطاع الناشئين، وانه لا تعارض بين هذا وذاك. كان مهم ان احنا نفكر طبعا واي صفقات بيقررها الجهاز الفني او لجنه الكوره حريص عليها النادي ومستمر في هذا الاتجاه. ده ما يغنيش ده بالتوازي يعني مع قطاع البنيه التحتيه للنادي الاهلي كقطاع ناشئين. النادي الاهلي ان شاء الله يكون نوادي معاها برضو، ان لو في اي صفقات محتاجها النادي الاهلي ونطمن تاني وثالث الجمهور اللي هو اهم حاجه في منظومه كره القدم، هو الجمهور النادي الاهلي. جميل. ان شاء الله احنا اهلاويه. انا هطلب من حضرتك طلب صعب جدا لان زملائنا منضبطين جدا في توزيع الفقرات وفي جدول العمل المزدحم لهذه الحلقه، وسعداء بان يكون فقرتها الرئيسيه حضرتك. حته الجمهور دي حضرتك تخلينا الاول لجنه المباراه عندنا بالظبط خمس عناوين هترك حضرتك او لا اترك لك المجال تتكلم عنهم بحريه تامه في الدقائق المتبقيه. عندنا عدد من النقاط اللي تشغل اذهان الكثيرين، لجنه الجماهير وعوده الجماهير، المنافذ، الانشاءات والجانب الخدمي طبعا اللي بيشمل للمنافذ وصندوق العاملين، لائحه النظام الاساسي والتطوير في مجال الانشاءات. الكلمه وحضرتك. طيب افضل اهم حاجه في منظومه كره القدم النادي الاهلي جماهيره بعد مباراه منانا والاحداث اللي حصلت فيها اللي هي لغايه مباراه منانا كان شغل الشاغل لمجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب ان جماهير الاهلي ترجع المدرجات. حدث ما حدث في مباراه منانا في القاهره تلاه على طول الكابتن محمود الخطيب والمجلس تم تشكيل لجنة الجماهير اللي هي أهمها إعادة الجماهير للمباريات بقيادة الأستاذ خالد المرتجي وأشرف أنا معاه في اللجنة، أنا والدكتور محمد سراج والدكتور مهند. اللجنة دي عملنا اجتماعات كتيرة وتواصلنا، تم توقيع عقد مع كبرى الشركات المتخصصة في مجال الأمن. الغرض الرئيسي اللي احنا بنعمله تفعيل أكبر لبطاقة الجمهور. احنا عايزين نوصل لمرحلة والكلام ده، واحنا كان في اجتماعنا مع السيد وزير الشباب والرياضه تداولنا نفس المفهوم، عايزين نوصل ان مفيش تذكره ورقيه. الديجيتال النظام الرقمي ان هو اللي يطبق في كده. فعمالين قاعده البيانات اللي هي تمكن جماهير النادي الاهلي في بطاقه الجمهور. الاكثر من كده ان احنا مؤخرا بنبص على مزايا اضافيه لبطاقه الجمهور نفسها ليكون ليها مزايا تسويقيه للنادي الاهلي ومزايا اخرى وكده. هيبقى ديجيتال، هيبقى رقمي مستقبلا، حجز التذاكر والجوانب دي هتبقى بالظبط. بدأنا فعليا في الكلام ده وبقول لحضرتك ان دي غرضها الرئيسي، رجوع الجماهير بطريقه تضمن سلامه الجمهور وسلامه المشاهد. يعني والحرص على دقه وسهوله التنظيم، احنا حريصين على الدوله وعلى البلد وعلى منشاتنا وعلى ارواح الجمهور وحريصين وعايزين. يعني هنا حضرتك بتعد ان النادي الاهلي زي ما عودنا انه يبقى الرائد في كل الاتجاهات في الرياضه المصريه والعربيه، هو هيكون صاحب التجربه الرائده في هذا. وعايز اقول لحضرتك الرياضه المصريه كلها محتاجه جمهور النادي الاهلي، محتاجه جمهور النادي الاهلي يرجع يملك جميع مدرجات. ده جمهور النادي الاهلي بيعمل حاله في البلد حتى للمنتخبات، حاله جميله، وهو الجمهور اللي بيروح يشجع المنتخب. اكيد اكيد. يعني فان شاء الله كل الامور دي هترجع ان شاء الله بالتعاون مع كل الاجهزه المسؤوله. الجانب الخدمي، المنافذ وصندوق العاملين، ما الذي الجانب الخدمي حضرتك احنا عندنا الجزء الخاص تم عمل لجنه منافذ، لجنه منافذ موجود فيها برضو معظم اعضاء مجلس الاداره انا متواجد فيها. اللجنه دي قامت باعاده صياغه اي عقد بينتهي بيعاد صياغته من جديد مع المنافذ اللي احنا مأجرين لها جوه النادي بحيث مصلحه الاعضاء. في غلاء رهيب موجود. دي لاول مره بتفعل في الانديه في مصر. ما كانش في لجنه اسمها مبادره ايضا. اللجنه دي هي بتتابع العقود نفسها بحيث ان هو يكون الخدمه الافضل موجوده لعضو النادي الاهلي وباسعار تتلائم معنا كنادي اهلي مع اعضاء النادي الاهلي. فاضفنا منافذ جديده، يمكن كان عدد المنافذ 8 يوصل السنه دي اتضاف حوالي 7 منافذ او 8 منافذ. في حاجات لسه في الطريق ان شاء الله هتضاف اخرى. بدانا بالجزء بتاع الجزيره عشان دي اللي عقودهم بدات تنتهي. اتحط براند تانية، حاجات جديده موجوده جوه النادي الاهلي دلوقتي لمجموعه منافذ محلات ليها اسم كبير
متواجده في جوه النادي الاهلي. بيقاس طبعا المنافس دي مع لجنه المنافس مع المدير التنفيذي اللي موجود جوه النادي العميد محمد مرجان، كل ده بيبقى الشغل شاغل بيهم خدمه الاعضاء. عندنا بيفعل من خلال زملائي في المجلس الاستاذ محمد ضماطي والاستاذ محمد الجارحي موضوع الابلكيشن نفسه الموبايل اللي هو ازاي العضو نعرف تقييم الخدمه عنده ايه، حاجات كتيره جدا احنا همنا مع شغل زي نادي مجلس اداره يبقى عنده اليات والاجهزه التنفيذيه يبقى عندها طريقه للسيرفي يعرف من خلاله. وده شغلنا اللي هو السباق اللي هو زي ما قالت الدكتوره رانيا، كلنا دايما مش راضيين عايزين الافضل اللي هو يليق بالنادي الاهلي ان هو يكون النادي اللي بيقود الديجيتال في مصر، يكون كم الورق وكم الحاجات اللي هي لا تتلائم مع العصر الحديث جوه النادي الاهلي ما تكونش موجوده. ومشيتوا بداتوا خطوات عملنا اتجاه الابلكيشن الخاص براي الاعضاء وتقييم الخدمات المقدمه وان شاء الله في تطورات كتيره يعني برضو هتحصل قريب في المجال اكبر من التواصل مع حاجات كتيره جدا في حاجات كتيره في كل انواع الانشطه او الادارات جوه النادي الاهلي. طيب عندنا كمان صندوق العاملين، صندوق العاملين من الامور طبعا اللي فيه اهتمام كبير بيها فيما يتعلق بالقطاع الخدمي في النادي. صندوق العاملين انا شرفت ان مجلس اداره كلفني برئاسه صندوق العاملين للعاملين النادي الاهلي. العاملين النادي الاهلي هم جزء اصيل من عائله النادي الاهلي. الحمد لله خلال الفتره اللي فاتت قعدنا طولنا وده كان ضروري ان احنا نعمل لائحه تليق بالعاملين بالنادي الاهلي. اللائحه دي لما بدانا نشتغل فيها انا رئيس للصندوق ده ومعايا النائب مدير التنفيذي للنادي بحكم وظيفته العميد محمد مرجان وممثلين الادارات المختلفه ومنتخبين من العاملين بالنادي. عملنا استبيان واستقصاء ورجعنا للعاملين بحيث اللي هي اللائحه الافضل في بنودها. هي اللائحه دي بتتضمن سواء في حالات جواز اولادهم او في حاجات اي حالات حرجه هم محتاجينها، ده خلاف التامين الطبي اللي حاصل لهم اصلا العلاج الطبي اللي موجود جوه النادي الاهلي. حاجات متعلقه بخدمات من نوع تاني هتبدا تقدم لهم جوه النادي الاهلي، مصايف وغيره. حضرتك فاكر ان دي كانت نقطه هجوم حاول البعض يستغلها ايام الانتخابات ان مجلس اداره هو الاهلي طلعت بالعكس هتنتقص من حقوق العاملين ومش هتديهم حقوقهم. دي اول حاجه في المجلس وكان ان ده كان كابتن محمود اللي احنا هنشكل الصندوق ده. من ضمن الحاجات اللي شغلنا شاغل حاليا ان احنا حطينا في اللائحه ايجاد موارد ثانيه للصندوق بحيث من حاجات مثلا نسبه من الدخل اللي بيخش النادي في حاجات معينه نسبه كده تدخل لصندوق العاملين يعني كابتن الخطيب وحضراته تبقى جامده حريصين على زياده باكبر شكل ممكن امتيازات العاملين. اللائحه الحمد لله خلال الفتره اللي فاتت تم تجهيزها يبقى ان شاء الله يعني هدخل بيها المكتب التنفيذي ومجلس الاداره وهتكون ان شاء الله بعد موافقتهم لائحه تليق بالعاملين بالنادي الاهلي سواء في مكافئات نهايه الخدمه او حالات المعاش غيره وغيره. هيجدوا اشياء وامتيازات مرضيه امتيازات متنوعه بحيث ان يتبقى دائما هو النادي الاهلي اعلى من اي شخص بالنسبه للعاملين نفسه. طيب. يعني ما بقاش حاجه اسمها ايه لا يعني زي حاجات بسيطه كده في رمضان مثلا في رمضان لو في حاجات معينه عينيه لا صندوق العاملين بتاعهم اللي يقدمها. في حاجات كتيره قوي ان شاء الله المفروض بعد ما يعني في الحسابات الخاصه بالعمل موجود اللائحه ان شاء الله بس ان احنا نبدا نعتمدها من مجلس اداره. اخيرا تعليق اخير من حضرتك على لائحه النظام الاساسي لان وقتنا بينتهي بالفعل لكن احنا الشغل الشاغل من مجلس اداره النادي الاهلي لائحه النظام الاساسي ان لازم تكون في لائحه تليق بالنادي الاهلي. الاجتماعات مستمره وانا اشرف ان انا عضو في اللجنه دي وعلى راسها المشار محمود فهمي وموجود الاستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي وله جهد فيها برضه. كابتن محمود الخطيب حضر بعض الجلسات كل الجلسات كل الجلسات موجود. حضر لان يعني ده احنا بالنسبه لينا اللائحه دي هي دستور النادي الاهلي. احنا بنتعامل مع النادي الاهلي في اللائحه دي ان احنا لازم يكون عندنا فيجن وميشن في رساله للنادي الاهلي لازم تبقى واضحه لكل الاجيال الجايه في سواء رساله او في هدف كبير دايما احنا ماشيين عليه. فده دستور النادي الاهلي ان شاء الله هينتهي اللجنه من يعني على اساس الدستور ده بتتم صياغه كل القرارات اللي بتنظم وفي خارطه طريق لبدايه تكمله المشوار. انا كنت اتمنى اولا سعداء جدا بوجود حضرتك معانا كنت اتمنى ان يتسع الوقت للمزيد لكن حاولنا وارهقناك معانا باننا نسمع وجهات نظرك ووجهات نظر مجلس الاداره بقياده كابتن الخطيب في كل الامور اللي بتشغل الراي العام سواء اعضاء النادي اعضاء الجمعيه العموميه او العاملين او الجماهير او المحبين للنادي وايضا متابعي ومحبي قناه الاهلي في كل مكان. بختتم مع حضرتك الحوار باني اعلم ان لك قول ماثور حضرتك على قناعه تامه به متعلق بفلسفه القياده وفلسفه الاداره في اي مكان. ده ما كنا بندردش اللي هو دايما متعلقه بالليدرشيب يعني هو جزء من هي مقوله امريكيه اعتقد يعني ترجمتها
اللي هو دايما وانت يعني كلنا بناخد قرارات في كل حاجه في حياتنا على فكره، اي حد اللي مش صاحب حتى مسؤوليه هو بياخد قرار في اي حاجه، فكلنا بناخد قرارات. اللي هو دايما وانت في مكان المسؤوليه اللي هو في دعاء كده، اللهم امنحني القدره القوه لتغيير ما يجب تغييره، وامنحني القدره على تحمل ما لا يمكن تغييره، وامنحني الحكمه للتفريق بينهما. لان وانت بتاخد قرار في حاجات دي لازم تتغير، وفي حاجات لازم تتعايش، لازم معها، تتعايش مع حل او بديل. الحكمه بقى للتفريق بين النوعين دول. ده كان كلام جميل، او وحضرتك مقتنع بده فلسفتك في العمل؟ يعني ده جزء من فكرنا المفروض، من شخصيه كمان استاذ طارق. نتمنى لك التوفيق، حضرتك وكل القائمين على امور النادي ومجلس الاداره باكمله بقياده كابتن محمود الخطيب، موفقين في كافه المهام الموكله اليكم والملقاه عليكم في هذه المرحله وهي كثيره بالتاكيد. اسعدتنا بوجودك معنا يا استاذ طارق في اول يوم واول انطلاقه في الشكل الجديد لقناه الاهلي واولى حلقات برنامج الاهلي الليله. اتشرفنا بوجود حضرتك معنا النهارده. دايما الاهلي ان شاء الله في تطور وفي تقدم، ودايما هو الاول في الشرق الاوسط ان شاء الله. باعضائه وجماهيره اللي ماليه العالم كله ان شاء الله دايما، ومن نجاح الى نجاح ان شاء الله. شكرا جزيلا. في نهايه هذا الحوار بشكر عضو مجلس اداره النادي الاهلي الاستاذ طارق قنديل، وحضراتكم بشكر حضراتكم على متابعه هذا الحوار، وفقراتنا مستمره، ابقوا معنا. هنتقل سريعا الى زميلي عزيز امير هشام. بشكرك زميلي محمد الجندي، وبشكر اكيد استاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي على هذا الحوار الهام والشيق والممتع، وكان فيه طبعا العديد من الملفات اللي اتكلموا فيها واللي تهم اكيد كل اعضاء وكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. لكن او الفقرتين اللي هيكونوا معانا، فقره خاصه بعائله النادي الاهلي وفقره اخرى خاصه بجمهور الاهلي في كل مكان. استنونا بعد الفاصل. النادي الأهلي طول عمره عليه مسؤولية وطنية ومجتمعية لازم يراعيها ولازم يقوم بيها. كمؤسسة وطنية بتراعي أولا وقبل أي شيء مصلحة بلدنا مصر. جوه عيلة الأهلي احنا ممكن نتناقش ويكون عندنا آراء مختلفة، وده شيء جيد، والتنوع ده مطلوب ومفيد، وأحيانا ممكن نختلف زي أي عيلة، لكن ساعة الأزمات كلنا بنقف جنب بعض وبنحوط على بعض، بنعيش شعار الأهلي فوق الجميع. الأهلي فوق الجميع. برنامج عائلة الأهلي، تاريخ، مبادئ وتطوير. يوما بعد يوم يؤكد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب أن برنامج عائلة الأهلي ليس مجرد حبر على ورق أو أحلام كانت بعيدة المنال وقت ما فكروا في إعلانه، وإنما بدأت ملامحه تظهر إلى النور بخطوات متسارعة نظراً لرغبة المجلس في تنفيذه، مثل ما وعدوا وقت ترشحهم لتولي مقاليد الأمور في النادي الأهلي. يجب أنك أنت تكون مدرك تماماً أنت بتتعامل إزاي، وأن القرار قرار جماعي، قرار مجلس إدارة النادي الأهلي بعد دراسة قرار جماعي، عشان لما حضرتك يعني يطلع قرار يبقى الدنيا يعني خلاص هو ده قرار مجلس إدارته بعد دراسته. برنامج عائلة الأهلي ارتكز على ثلاثة محاور متمثلة في التاريخ: المبادئ، التطوير. بالفعل بدأ أفراد عائلة الأهلي في الشعور بنتائجه بعد مرور أشهر قليلة من تولي مجلس الإدارة المسؤولية. من الناحية الإنشائية
نجح مجلس إدارة النادي في تغيير الأرض غير الممهدة للفرع الرابع في التجمع الخامس بأخرى مجاورة بنفس المساحة دون تحميل النادي أي أعباء إضافية. أضف إلى ذلك التطوير الذي بدأ في أسوار النادي ليشهد الجميع على ظهور البوابات بالشكل العصري الجديد الذي أعلن عنه رئيس النادي منذ فترة ليست بالطويلة، وذلك من أجل بناء شخصية الأهلي المعمارية. الأهلي فوق الجميع، الأهلي فوق الجميع، اللي بيحب الأهلي بجد يعني بيبدي مصلحة كيان الأهلي قبل رغباته الشخصية وقبل نفسه. التمويل بفكر اقتصادي كان أحد المحاور الهامة أيضا في برنامج عائلة الأهلي الذي بدأ تنفيذه بالفعل بتحقيق أعلى عائد رعاية تاريخي بعقد ممتد لأربع سنوات مقابل نصف مليار جنيه، ثم عقد للبث الفضائي مع شركة بريزنتيشن مقابل 400 مليون جنيه، ثم التخطيط لبيع بعض الحقوق الأخرى لتتخطى مكاسب النادي حاجز المليار جنيه. العديد والعديد من المحاور التي يعمل عليها رجال الأهلي لتنفيذ برنامج عائلته، مثل الأهلي في أدغال إفريقيا بالتخطيط لإنشاء أكاديميات للنادي في البلدان الإفريقية والأهلي في المحافظات، واهتمام بالغ بالمرأة والطفل في العديد من المجالات، ثم الخدمات الخاصة بكبار السن وذوي القدرات الخاصة، وما تحقق منه خلال الفترة الماضية والمستهدف منها، ثم الارتقاء بعمال النادي وزيادة رواتبهم بما يتماشى مع الأوضاع الاقتصادية، ثم قيام النادي بدوره الوطني في مشروع إعداد البطل الأولمبي لتقديم أبطال قادرين على تحقيق إنجازات للنادي ولمصر في المحافل الدولية. أمام كل هذه الصعاب كان الشغل الشاغل هو الحفاظ على هوية كيان النادي الأهلي بريادته في مصر وإفريقيا، هو ما تحقق من خلال 296 بطولة فردية وجماعية هذا الموسم، وذلك حسب ما أعلن الكابتن محمود الخطيب في حفل تكريم الأبطال. تخيلوا كم بطولة السنة دي اتحققت، كم بطولة النادي الأهلي بكل ألعابه فردية وجماعية لاعبين ولاعبات اتحققوا كم بطولة؟ 296 بطولة، ده رقم فلكي، رقم عجيب، يعني الحمد لله رب العالمين. عشان كده احنا بنقول الحفلة دي مهمة. 700 لاعب في النادي الأهلي حقق هذا الرقم، 296 بطولة ما بين فردية وما بين جماعية. عائلة الأهلي حلم يتحول لحقيقة، حلم يحتاج فيه الأهلي لتكاتف جميع أبنائه الذين لا يتأخرون أبدا عن مساندته والوقوف أيضا بجانبه في كل العصور، هو ما جعل الأهلي فوق الجميع. كلنا هنبني الأهلي لو ضميرنا صح وناس ضميرها مظبوط، كلهم هيشاركوا في بناء النادي الأهلي. احنا هنبني كلنا إن شاء الله النادي الأهلي بإذن الله. هو ده يمكن بيؤكد ان الاهلي فوق الجميع، وبيؤكد شعارنا اللي هو تاريخ مبادئ تطوير. هو مش بس شعار، هو الأهلي أو عائلة النادي الأهلي دي ده شيء مهم جدا وشعار هام جدا. طبعا كابتن محمود الخطيب وقائمته أيام الانتخابات اختاروا هذا الشعار لهذه القائمة، ومن خلاله قدروا ينفذوا العديد من البرامج الخاصة بأعضاء النادي الأهلي وكل جمهور النادي الأهلي في كل مكان. مش بس النادي الأهلي تاريخ، لكن النادي الأهلي أيضا مبادئ وتطوير، وده اللي اتكلم عنه كابتن محمود الخطيب في العديد من المناسبات وركز عليه بشكل كبير جدا. التاريخ موجود وعارفينه وعمره ما هيتنسي ولا عمره هيتمسح مهما عمل الناس، وطبعا في خلال تواجد جمهور النادي الأهلي اللي دايما بيكون في ظهر النادي الأهلي. المبادئ عمرها ما تتغير، ما حدش يقدر يغير مبادئه، الراجل ما يغيرش مبادئه،
وده اللي تعودنا عليه داخل النادي الأهلي. النادي الأهلي لما يكون عنده عدد جماهير كبير جدا بحوالي 60-70 مليون، وارد أن يكون في بعض الجماهير أو بعض الأفراد اللي بيتعدوا على صوابع الإيد الواحدة يغيروا مبادئهم، لكن الكل أكيد مش هيغير مبادئه، لأن الراجل دايما هو اللي بيحافظ على مبادئه، ده اللي تعودنا عليه من خلال النادي الأهلي. أيضا التطوير، النادي الأهلي ما بيقفش عند مرحلة معينة فقط من التطوير، لكن الأهم دايما هو الاستمرار في هذا التطوير، ودي عناوين أو كلمات مهمة جدا للكابتن محمود الخطيب سواء أيام الترشح لرئاسة النادي الأهلي والقائمة الخاصة به أو حتى خلال الفترات الحالية، والوعود اللي هتكون طبعا في خلال تنفيذها خلال الفترة الجاية من قبل أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، وده اللي هيحصل. هو مش بس وعد، لكن إن شاء الله هيتنفذ من خلال البرامج اللي حاططها والاستراتيجية اللي حاططها مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب. طبعا هذا اللاعب والتاريخ العظيم جدا كابتن محمود الخطيب، نتمنى له كل التوفيق إن شاء الله في هذه المرحلة الهامة. طبعا كان تقرير مهم جدا عن عائلة النادي، الاهتمام بالناحية الرياضية لكن أيضا الاهتمام بالناحية الإنشائية والناحية الاجتماعية. عشان كده هنروح لشق آخر وهو خاص بالناحية الاجتماعية ولجنة المرأة اللي بترأسها أستاذة عزة زيان، ودي لجنة مهمة جدا بيقوموا بعض الأمور الخاصة بأعضاء النادي الأهلي وبعض الخدمات اللي بتقدم لأعضاء النادي الأهلي. خلينا نروح نشوف التقرير ده مع أستاذة عزة زيان ونرجع مرة ثانية. النهارده فعلا اول مره نعمل لقاء مفتوح لجنه المراه مع عضوات النادي الاهلي، وابتدينا الاول في مدينه نصر، ان شاء الله كل شهر هنبقى نعمل لقاء مفتوح لجنه المراه مع كل عضوات النادي الاهلي، نعرف مقترحاتهم وارائهم ومشاكلهم ايه. الحقيقه ده ضمن عيله الاهلي، عايزين نعرف مشاكل العضوات ايه، ارائهم في اي حاجه في اي مجال من المجالات. عندنا خطه، عندنا هدف، هدفنا ستات وبنات عيله الاهلي والاسر بتاعه عيله الاهلي، نتمنى الحقيقه ان احنا نحقق الهدف المرجو. عندنا خطه فعلا، خطه عرضت على اللجنه العليا للجان برئاسه الاستاذ محمد يوسف الحقيقه، وانا عايزه الحقيقه اشكره ان هو بيساندنا جدا جدا وبيدعمنا، وسياده العميد محمد مرجان الحقيقه، والمستضيفنا هنا سياده اللواء حسن مسعود الحقيقه، يعني دعم لجنه المراه ده دعم ملحوظ كلنا بنشوفه كل ايفنت يعني. فعندنا خطه، الخطه دي ان شاء الله باذن الله هتتحقق خلال 6 شهور جايين، هتشوفوا حاجات كتير جدا، نشاطات في كل المجالات، ندوات مختلفه في مجالات مختلفه، تثقيفيه وتوعويه للمراه والفتاه النادي والمراه في النادي باذن الله. هنشوف حفلات، هنشوف يوم ترفيهي كامل. موضوع املي ان انا اعمل ان انا الاقي كل شيء عايزاه ومحتاجاه جوه النادي بتاعي. لو انا عايزه بفكر ان انا اقضي يوم ترفيهي، ما اروحش بره واقضي يوم ترفيهي وابلع وادفع، طبعا احنا عارفين مبالغ طائله بتدفع بره، وحتى يعني دلوقتي ابتدينا نلاقي انه الفروع بتاعتنا مليانه جدا غير قبل كده. كلنا حاسين بالضائقه الاقتصاديه اللي موجوده في البلد، ده انعكست طبعا على حتى التواجد، لقينا التواجد اكتر كتير، فبدل ما رب الاسره يدفع كتير خارج القاهره او في اماكن اخرى يعني، لا بيتوجه للنادي بتاعه. فانا كعضوه اتمنى ان انا الاقي كل وسائل الترفيه عندي في النادي. كامراه نفسي جدا انه يبقى فيه ورش عمل، ورش حرفيه تعلم الخياطه والتريكو والكروشيه وازاي اعمل عروسه والحاجات دي كلها، ان شاء الله لجنه المراه هتعمل ده، وبعد كده تعمل ان شاء الله معرض لمنتجات العضوات اللي هم عملوها بنفسهم باذن الله. هنعمل رحلات ستات وبس، رحلات خارج القاهره وداخل القاهره. انتوا بتعرفوا مفاجات كتير على فكره كده. ان شاء الله باذن الله هيتم ان شاء الله عمل الخطه والقيام بيها باذن الله خلال 6 شهور الجايه باذن الله. احنا مجتمع صغير من مجتمعنا الكبير من مصر، صوره مصغره
كان رئيس السيسي عمل واعلن انه 2017 عام المرأة. النادي هنا كمان الحقيقه ابتدى يعلن انه اعوام المراه، لانه على فكره قبل كده ما كانش فيه لجنه مراه في السنوات السابقه. الكابتن جه فعل دور المراه وانشا لجنه المراه. الدعم والتشجيع والتواجد، عايزه منهم يدعموا لجنه المراه ويشجعونا لان احنا جزء منهم. نفسنا جدا نلبي لهم احتياجاتهم، ولكن لوحدنا مش هنعرف نعمل حاجه، عايزينهم يبقوا معانا حبتين ويشتغلوا معانا، ونفسنا جدا جدا يبقوا معانا عضوات مشاركات لجنه المراه. التقرير كان مهم جدا مع استاذة عزة زيان رئيسة لجنة المرأة في النادي الأهلي، وبصراحة بتقوم بمجهودات كبيرة جدا وتستضيف شخصيات مهمة داخل مقرات النادي الأهلي مختلفة، سواء في الجزيرة في مدينة نصر وأيضا في الشيخ زايد، طبعا لإمداد أعضاء النادي الأهلي بالمزيد من الأمور الثقافية الهامة جدا بالنسبة لهم في مختلف الأوقات. مجهود كبير جدا تشكر عليه أستاذة عزة زيان رئيسة لجنة المرأة بالنادي الأهلي. ده كان تقرير مهم جدا معنا، لكن طبعا أيضا من ضمن الأشياء المهمة جدا في برنامج عائلة النادي الأهلي وهو الجانب الإنشائي، واللي ركز عليه أيضا مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، التطوير المستمر في الانشاءات، وده طموح طبعا كل اعضاء النادي الاهلي، وايضا جمهور النادي الاهلي يحب يشوف دايما النادي في احسن صوره، عشان كده كان في تحركات كبيره من مجلس الاداره في هذا الملف بالتحديد، انشاءات عديده، تطورات كثيره في النادي الاهلي ومختلف فروعه، جزيره، مدينه نصر، الشيخ زايد، شيء مهم جدا، ووعد كمان كان مهم جدا من قبل الكابتن محمود الخطيب وقائمته ضمن برنامج عائله النادي الاهلي ايام الانتخابات واللي بيتنفذ في هذه اللحظات. اكيد الوعد ده مش مجرد ان احنا بنقول وعود، او مش مجرد ان الكابتن محمود الخطيب وقائمته او مجلسه طبعا الان بيقول وعود، لكن هنشوفه اكيد على ارض الواقع تطورات عديده ان شاء الله هتحدث في الناحيه الانشائيه وطفره انشائيه كبيره جدا في مقرات النادي الاهلي المختلفه. عشان كده خلينا نروح نشوف تقرير مع العميد حسن مسعود مدير فرع النادي الاهلي بمدينه نصر عن الناحيه الانشائيه، ونرجع مره ثانيه. سيادة العميد حسن مسعود طبعا مدير النادي الأهلي فرع مدينة نصر، مجهود رائع بالنسبة لكم بالنسبة لمجلس الإدارة تنفيذا لبرنامج عائلة النادي الأهلي. النهارده بنشوف الكابتن محمود الخطيب بيفتتح أحد الصالونات المتميزة إن شاء الله خلال الفترة اللي جاية في المكتبة، وكمان مرورة بالإنشاءات، خد جولة كبيرة كده النهارده، حطينا في الأجواء كده حسن بيه، وقول لنا النهارده اليوم بدأ إزاي. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في البداية أنا بهني قناة النادي الأهلي بمرور بنسبة مرور 10 سنوات، ويمكن بكرة افتتحت في 6/8 98، فمبروك وتهانينا لكل العاملين في القناة من أول رئيس القناة، وكل الشكر للي ابتدوا القناة من بدايتها ووصلنا به لهذا التطور وهذا التقدم الجميل، فتحياتنا لكل العاملين بالقناة. حاجة تانية طبعا بالنسبة لرئيس النادي وتنفيذ برنامج عائلة الأهلي، احنا باستمرار متواجد في وسطينا رئيس النادي، بيجي بيتابع كافة الأعمال، بيتابع البرامج الزمنية اللي موجودة للانتهاء من أعمال الإنشاءات الجديدة، سواء حمامات السباحة هنا في الطرفية أو الفود كورد تحت أو مقصلة الكاراتيه الحمامات، فهو باستمرار والسور باستمرار بيجي يتابع هذا الكلام على فترات قريبة وبيتابع البرنامج عملي. النهاردة هو جه من البداية من الصبح، جه ومر وقعد وناقش المختصين وناقش الناس في برنامج الزمني للانتهاء من هذه الانشاءات. كان في النهارده مناسبه اثناء مر شاف ذوي الاحتياجات الخاصه وتحدث معاهم وشافهم وتاكد من نفسه عن متابعه الانشطه بتاعتهم وكفاءه الناس المدربين، وشاف مدارس السباحه اللي موجوده وتحدث مع المدربين وشاف الناس. خرجنا على جينا هنا في المكتبه هنا النهارده، في كانت احتفاليه بخصوص في بروتوكول تعاون مع وزاره الثقافه قطاع الفنون التشكيليه، صالون المبدع الصغير حصد في تم بروتوكول مع الوزاره بخصوص عمل 6 ورش لتدريب ولاد النادي عن كيفيه الرسم التشكيلي. وبعد ثم مر شاف عندنا هنا في فصول لغه انجليزيه على مستويات مختلفه 3 مستويات، مر واتكلم مع الناس وقعد وبر على الباليه قاعه الباليه وشاف وتحدث، فتقريبا تابع نزل ملاعب التنس السله والطايره والاندبول
وتابع كافة الأنشطة، كافة الإنشاءات، كافة الخدمات الاجتماعية اللي بتقدم للناس. شاف التطوير في الشلت والكراسي والأعداد والحمامات، والحمد لله كانت الزيارة مردودها طيب جدا جدا، وتأكد أن الإدارة التنفيذية تحت برئاسة الكابتن محمد برجان المدير التنفيذي للنادي اللي احنا بنجد منه كل الدعم، الحمد لله المنظر كان جيد، خدمات بتقدم جيدة للملاعب، ما فيش شكاوى، ما فيش مشاكل في حاجة، والأمور الحمد لله من الأفضل للأفضل الأفضل. وإحنا ملتزمين ببرنامج عائلة الأهلي، وعلى فكرة هذا البرنامج موجود في المكتب عندي اللي بيحصل على طول بعلم عليه في دلوقتي إن شاء الله بإذن الله، وده يمكن يسبق شوية إن إحنا بنفكر في عملية حضانة للأعضاء في أقرب وقت. فالأمور الحمد لله ماشية طبقا لما هو مخطط، وطبقا للي اتقال في برنامج عائلة الأهلي، وطبقا لرغبة المجلس الإدارة في تقديم أفضل خدمة للأعضاء. سألتك إيه الأعضاء النادي الأهلي، يمكن أنا بسجل معاهم، الناس سعيدة جدا وبتقول بحضور الكابتن محمود الخطيب أو مجلس الإدارة بشكل عام في أي افتتاح ده بينعكس عليهم بشكل كبير، رسالتك ليهم إيه لأن هم منتظرين المزيد الفترة الجاية؟ الحمد لله بالنسبة لرئيس النادي ومجلس الإدارة ما في مناسبة تمت في نادي في الكاس سواء اجتماعية أو رياضية إلا تواجدوا وتواجدوا في وسط الأعضاء وسمعوهم وتعاوروا معاهم، وفي ناس كتير بتتصور معاه. فالكابتن محمود متابع جيد جدا لكافة الأنشطة، ومجلس الإدارة لكافة الأنشطة اللي موجودة في النادي، بيتواجد باستمرار على أي مستوى سواء كبار صغيرين، بيتواجد وبيدعم أي نشاط موجود في النادي، وده بيسعد الأعضاء طبعا وبيخليهم في يعني في علاقة قريبين من بعض بينه وبين مجلس إدارة، متواصلين مع مجلس إدارة من خلال برضو الإدارة. ده كان تقرير مهم جدا مع العميد حسن مسعود مدير مقر النادي الأهلي في مدينة نصر، اتكلمنا فيه أو هو اتكلم فيه عن بعض الأمور الإنشائية الخاصة بمقر النادي، وأكيد ده شيء مهم جدا التطوير المستمر في مقرات النادي الأهلي المختلفة، وده هدف أساسي من ضمن أهداف مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب. دي كانت فقرة مهمة جدا وخاصة بعائلة النادي الأهلي، اتكلمنا فيها عن بعض التقارير المهمة الخاصة ب أعضاء وجمهور النادي الأهلي في كل مكان، لكن الفقرة المهمة جدا أيضا وهي طالما أن هي مهمة أكيد بتخص كل جمهور النادي الأهلي وهو أو هي فقرة جمهور الأهلي في كل مكان، دي فقرة هنتكلم فيها أو هنحاول نوصل فيها لأكبر كم من جماهير النادي الأهلي اللي مهما حاولنا نوصل لهم مش هنقدر ناخد طبعا كل جمهور النادي الأهلي، لكن أكيد بيبقى لهم آراء وليهم أشياء مهمة جدا وتعليقات مهمة جدا بيحاولوا يقولوها من خلالنا هنا برنامج الأهلي الليلة، وهذه الفقرة الخاصة بجمهور النادي الأهلي. تعالوا نروح نشوف تقرير عن جمهور النادي الأهلي ونرجع مرة تانية. جمهور داحنا، سيظل جمهور النادي الأهلي هو درع وسيف هذا الكيان العريض. لن يستطيع أحد أن يهزه أو يسرق تاريخه أو ينتقص من قدره أو يتجاوز في حقه طالما هذه الملايين تعشقه من داخل القلب. نادي الأهلي ده نادي الشعب، نادي البلد، لكن انا ما بشوفش شغل اهلي ما بشوف النادي الاهلي. اقوى جماهير في مصر هي جماهير النادي الاهلي. انا بحب الاهلي من جوايا والبيت كله عندنا بحب الاهلي. شريت لقيت نفسي اهلاوي. هو العشق الذي تتوارثه الاجيال دون وصايه من احد ودون مطالبات ودون دعوه. الاهلي يظهر في القلب مع الميلاد. الأهلي بالنسبة لجمهوره ليس اختيار بل قدر مكتوب من العشق والغرام والحب الذي لا تساويه كل كنوز الكون. جمهور دحماه،
دائما ما تهتف بها الحناجر الحمراء، يرددها مسؤول الأهلي في كل وقت وحين. كان آخر لقاء للكابتن الخطيب رئيس النادي في احتفالية تكريم أبطال الأهلي قال فيه: جمهور النادي الأهلي اللي هو من 1907 لغاية النهاردة، الجمهور ده حماه، جمهور النادي الأهلي العظيم جدا اللي بيقف ورا فريقه في كل وقت، إزاي بيدفع الأولاد دولت إنهم يحققوا بطولة باسم الأهلي، فالجمهور ده الحقيقة له منا كل التقدير وكل الشكر. ولأن جمهورنا في كل مكان بيهد جبال. لذا سنكون معه ننقل مشاعره ورؤيته وأحلامه عبر شاشة الأهلي في فقرة خاصة لهم في الأهلي الليلة. فعلا جمهوره ده حماه، اكيد جمهور النادي الاهلي بيبقى ورا النادي في كل الامور، سواء الامور السعيده او الامور الحزينه، دايما جمهور النادي الاهلي في ظهر فريقه وفي ظهر النادي بشكل عام. نتمنى ان شاء الله عوده جمهور النادي الاهلي في اقرب وقت ممكن للمدرجات، لاهميته ودوره الكبير جدا في مسانده فرق النادي الاهلي المختلفه في مختلف البطولات. اكيد جمهور النادي الاهلي هو رقم واحد، والاهم طبعا ان جمهور النادي الاهلي يفضل يساند فريق ويساند النادي بشكل عام في كل الأمور الخاصة به. فبالتالي ده كان تقرير مهم جدا عن جمهور النادي الأهلي واللي متواجد في كل مكان. عشان كده هنروح نشوف جمهور النادي الأهلي في اسكندرية بيقول ايه. استمرار على النجاح من زمان جدا ومبادئه تعامله مع اللعيبه والادارات بتاعته، ده شيء جميل جدا. الاصرار دايما على حصد البطولات، ما فيش زهق فيه، دايما استمرار على النجاح، ده من الحاجات اللي بتخلي الواحد يعني مفتخر انه اهلاوي. بفتخر يعني بالاهلي، من اكتر نوادي العالم بطولات، بينافس مثلا على بطولات عالميه زي يعني في نفس الرتبه، مثلا بنقول ريال مدريد عدته مثلا ببطوله، فده لوحده مصدر فخر يعني. اول حاجه الجمهور، بعد كده الاداره، بعد كده ده كان حاططها صالح سليم، الاهلي فوق الجميع، دي حاجه مبروك فيها يعني. عدد بطولات النادي الاهلي بتدي له عظمه كبيره على مدار التاريخ اللي فات، على مدار الوقت كله يعني. انا مثلا من ساعه ما بدات اتابع كوره وانا شايف ان الاهلي هو احسن نادي في افريقيا من حيث البطولات والانجازات. سر عظمه الاهلي هو في استمرار نجاحه يعني. النجاح ده حاجه سهله جدا، بس المشكله في الاستمرار على النجاح، هو ده الصعوبه، وهي ديت الحاجه اللي صعبه قوي حد يعملها بسهوله يعني. الاهلي عظمته في الاداره بتاعته، التنظيم الاداري بتاعه والنظم اللي حاططها وبيمشي عليها، والاسس المنظمه للنادي الاهلي من انشائه هي سبب اساسي لعظمه الاهلي. سر عظمه الاهلي الاسس والمبادئ والاخلاق بتاعهم وروح المنافسه والتحدي، هم بيخشوا اي ماتش حتى لو في اخر لحظه بيكسبوا الحمد لله. النادي الاهلي هو كيان بذاته وعظمته طبعا في بطولاته وفي جمهوره وفي روح الفانيله الحمراء اللي احنا بنلعب بيها طبعا. سر عظمه الاهلي بتترسخ في كلمتين مهمين جدا، مبادئ النادي الاهلي. مبادئ النادي الاهلي اتربينا عليها وعشناها من 85 او يمكن من قبل كده بكتير جدا، من الخمسينات او الاربعينات. اللي ما قراش تاريخ يا جماعه، ما يعرفش مبادئ الاهلي يقرا تاريخ. سر عظمه الاهلي جمهوره، مبادئه، الاهلي في دم الجمهور الاهلي. كيان
جمهور ادارات متعاقبه على بعضها بتساعد الفريق. والله الواحد دايما بيبقى فخور جدا انه اهلاوي، وزي ما احنا بنشوفنا التقرير كده عدد كبير جدا من جماهير الاهلاويه المتواجده في اسكندريه فخورين بشكل كبير بانتمائهم لنادي عظيم زي النادي الاهلي. ليه لا، وهو نادي اكيد مليء بالبطولات والمبادئ الهامه جدا، ومن ضمن مبادئ النادي الاهلي ان احنا بنحب نادينا وبنحب فريقنا وبنحترم كل الفرق الاخرى، ما بنغلطش في حد ابدا، لكن الاهم دايما لينا هو رقم واحد النادي الاهلي. اكيد كان تقرير رائع مع جمهور النادي الاهلي في الاسكندريه، وهيكون عندنا ان شاء الله في حلقات قادمة عديد من التقارير الخاصة بجماهير النادي الأهلي في كل مكان. انتهت فقرتنا الثانية النهاردة بعد ما خدنا فقرة برنامج عائلة النادي الأهلي وأيضا فقرة خاصة بجمهور الأهلي في كل مكان، لكن دلوقتي هنروح لزميلي محمد الجندي وفقرة من كتاب التاريخ، فقرة مهمة جدا تابعوها. تفضل زميلي محمد. تفضل. بشكرك زميلي العزيز أمير هشام، وما زلنا معكم مشاهدينا من خلال الأهلي الليلة، وهذه الفقرة دايما هتكون مخصصة للحديث عن ذاكرة الإنجازات والنجاحات والانتصارات اللي بتبقى دائما أبدا مع مرور الأيام، إنجازات وانتصارات النادي الأهلي وفرحة جماهيره في كل مكان داخل وخارج مصر. النادي الأهلي هرم مصر الرابع بحق 111 سنة من النجاح ومن الإنجازات التي صارت بشكل متوازي ولم تتنازل في يوم من الأيام عن منظومة القيم والمبادئ التي تحكم وتنظم العمل وتضبط الأمور الخاصة بالنادي الأهلي وأعضائه وجماهيره وكل ما يتعلق بهذا الكيان العريق. النهاردة بنرجع مع حضراتكم في هذه الفقرة، بنرجع بالزمن 33 سنة للماضي لعام 85، انتصار كبير انتصر فيه النادي الأهلي في هذا اليوم بالمبادئ والقيم، انتصر لقيمه ومبادئه ووضعها في الأولوية وفي المقام الأول حتى قبل حسابات المكسب والخسارة أو الفوز أو الهزيمة بلغة كرة القدم، وأيضا استطاع أن يحقق المعادلة الصعبة، يحافظ وينتصر لمبادئه وقيمه التي لا يحيد عنها أبدا، ويحقق النصر والجانب الخاص بالفوز الفني في الملعب في مباراة القمة بين الأهلي والزمالك عام 85 بعد قرارات لن ينساها الجمهور أبدا، قرارات مصيرية في هذا التوقيت، والاستعانة بفريق من الشباب والناشئين في مواجهة المنافس التقليدي نادي الزمالك وبكامل صفوفه ونجومه، واستطاع أن يتفوق النادي الأهلي على كافة المستويات فيما يتعلق بحفاظه على قيمه ومبادئه وفي المنافسة الكروية والفنية في الملعب. النهاردة معنا من نجوم هذه المباراة التي تبقى في الذاكرة ولا تنسى الكابتن حمادة مرزوق نجم الكرة المصرية والنادي الأهلي سابقا. مساء الخير يا كابتن حمادة. مساء الخير. أهلا بحضرتك وسعداء بوجودك معنا النهاردة. أنا أسعد والله. اسمح لي قبل ما نبدأ في الحوار وطرح التساؤلات نتابع مع حضرتك ومع المشاهدين سريعا، نتابع هذا التقرير. الشعب يطبخ تخطط الملايين، الاهلي دائما هو صانع السعاده والفرحه والابتسامه على وجوه الجماهير المصريه، ربنا يخليك لينا يا اهلي. ثلاثة وثلاثون عاما مرت على أزمة 85 الشهيرة التي تمثل فصلا من الفصول المهمة في انتصار المبادئ والقيم في كتاب تاريخ النادي الأهلي قلعة مصر الشامخة. ففي مثل هذه الأيام من عام 1985 كان شهر أغسطس شاهدا على ثبات قيم ومبادئ النادي الأهلي التي لا تتغير ولا تتبدل. وقتها لم يتردد الكابتن حسن حمدي في اتخاذ القرار الصعب الذي يعلي قيمة النادي الأهلي والمبدأ الثابت الأهلي فوق الجميع. ذهب اللاعبون للتدرب بأحد الفنادق تحت قيادة مدربهم محمود الجهري، فوجئوا بقرار النادي الأهلي بإيقافهم وتصعيد فريق الشباب 19 و20 سنة. هو القرار الذي لم يكن يتوقعه أحد، ولكن فرضته المبادئ. عملت وقع إيقاف على 16 لعيب ناحية تربوية بحتة، ولعبنا بالناشئين الصغيرين. قال حمدي حينها: لم أنظر إلى أهمية مباراة الزمالك، لكني نظرت إلى المبادئ
لأنها ستجعلني أنتصر بعد ذلك. حصل التمرد دوت، اديناهم انذار. يمكن أنا حسن رحت قابلت لهم وديتهم فرصة من تكون الذاكرة 24 ساعة إنه ينتظموا ويجوا النادي. إذا ما حصلش كده اضطريت إن أنا أوقفهم. رفض تمرد أي لاعب مهما كان اسمه على النادي الأهلي. لم يتردد لحظة في اتخاذ قراره بإيقاف جميع اللاعبين الذين لم يلتزموا بقرارات مجلس الإدارة قبل 10 أيام فقط، وذلك من مواجهة مهمة أمام الزمالك في دور الثمانية بمسابقة كأس مصر لكرة القدم. إلى جماهيره اللي بتحييه تحية حارة صادقة، وهي تعلم أن هؤلاء هم أشبال اليوم، هم أبطال الغد للنادي الأهلي. لم ينظر النادي الأهلي إلى أسماء نجومه 16 من اللاعبين. لم تهتز قراراته، وخاض الأهلي مباراته الحاسمة أمام الزمالك في كأس مصر. طويلة. لا بجد الدور الأول للنادي الأهلي بعد مضي حوالي 3 دقائق. ما حدث لم يكن في الحسبان تماماً. الأهلي تقدم بشكل مثير عن طريق لاعبه حماد مرزوق في الدقيقة 3 من النادي الأهلي. وسط الاحتفالات أدرك فاروق جعفر التعادل للزمالك. جول بيجي الزمالك، بيجي جول التعادل بعد مضي دقيقة. عاد أشبال الأهلي ليتقدم في الدقيقة 56 عبر محمد السيد. الجول الثاني للنادي الأهلي بيجيب محمد السيد بيجيب الجول الثاني. لكن كوارشي أعاد التعادل للزمالك بعدها ب9 دقائق. ومع إطلاق الحكم الإيطالي كارلو لويجي صافرة نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بهدفين لمثلهما، كان أشبال الأهلي يحتفلون كأنهم فازوا بالمباراة. لكن الاحتفال صار أكبر في الدقيقة 5 من الوقت الإضافي الأول، حين أضاف طارق خليل هدفا ثالث. كاد الزمالك يتعادل سريعا مرة أخرى، لكن شوبير كان في الموعد. وبيمسكها أحمد شوبير بينقذ هدف أكيد. عاد لينقذ تسديدة صاروخية من فاروق جعفر، لتنتهي المباراة بانتصار المبادئ وبفوز تاريخي لن ينساه أي عاشق للأهلي، بفوز ناشئيه على عمالقة الزمالك ب3 أهداف لهدفين وتأهلهم للنصف نهائي في لقطة لا يمكن أن تسقط من الذاكرة، لتظل قيم ومبادئ الأهلي راسخة رسوخ الجبال لا تعرف التغيير مهما كانت الضغوط والظروف المحيطة. وهكذا تثبت الأيام أن الشباب هم عمدة المستقبل وهم الأمل في مستوى أفضل. كابتن حمادة مرزوق، برحب بيك مرة تانية وسعداء بوجودك معنا. أول سؤال دايما الناس بتتذكره لما تفكر في مقابلة أي نجم من نجوم المباراة دي والفوز التاريخي ده في دور 8 في كأس مصر على الزمالك، كيف استقبلت الخبر؟ تلقيت خبر تكليفك واستدعاك للمباراة دي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ذكريات جميله جدا، حضرتك عدتنا 33 سنه تقريبا. انا يمكن انا وانا بتفرج على الجون كل ما يجي الجون جسمي بيقشعر شويه، انها يعني كانت لحظات تاريخيه بالنسبه لنا احنا، لان احنا كنا صغيرين في السن وكانت مخاطره كبيره جدا من مجلس. في الدقيقه الثالثه. في الدقيقه الثالثه بالظبط، فكانت بدايه يعني مثيره جدا على
انا فاكر كويس قوي ان ايامها كنا بنتعرض لمواقف صعبه جدا، ان احنا كنا بنروح اي مكان كان بيتقال ان احنا نخسر بنتيجه تقيله جدا، يعني سكور بسكور كبير، وكانت جماهير النادي الاهلي دايما كانت بتبقى خايفه من السكور الكبير اللي ممكن يحصل، إن عشان فارق الخبرات اللي بين جيلكم وبين نجوم الزمالك الفريق الاول وهو مكتمل في الوقت بالظبط، وخصوصا ان ماتشات الاهلي والزمالك دايما بتتشال في التاريخ. فيمكن انا كنت سامع، يعني سمعنا حكايه بعد كده ان الناس كثيره جدا ضغطت على الكابتن حسن حمدي والكابتن صالح سليم الله يرحمه، لكن هو صممهم على القرار ده وقالوا ان دايما القرارات ديت يعني ممكن تسيب اثر سلبي على النتيجه بتاعه الماتش، لكن هم صممهم وقالوا احنا ما يهمناش اي بطوله. انا فاكر كويس قوي ما يهمناش اي بطوله ولا يهمنا ان احنا نخسر من ذلك، الفوز والخساره مش هو الحسابات خالص، دي الحسابات الاساسيه خارج حساباتنا خالص، والحساباتنا احنا الحفاظ على قيم ومبادئ بنثبت حته المبادئ والقيم والاخلاقيات، ان النادي الاهلي ما بيحيدش عن الحته دي بشكل كبير جدا. وفعلا كان انتوا حصلتوا على العلامه الكامله في المباراه دي يا كابتن حماده، عملتوا المعادله الصعبه، الفوز والحفاظ على المبادئ وتحقيق رغبه النادي وادارته. لا، حاجه ثالثه كمان ان احنا سنتها خدنا البطوله. ويمكن انا برضو سمعت بعد كده حديث الكابتن حسن حمدي، حديث يعني قال ان من اغلى البطولات اللي هو كان موجود فيها كمجلس كعضو مجلس اداره هي كانت البطوله ديت، لانها كانت غاليه جدا، حققت بطوله مع البطوله الحقيقيه اللي هي حته المبادئ والقيم والاخلاق. كان عندكم رهبه من التكليف ده؟ يعني هل تتذكر ايه الحاجات الاساسيه اللي كلمكم عنها كابتن حسن حمدي؟ كان عضو مجلس اداره في الوقت ده، وكان هو المشرف من مجلس الاداره على كره القدم على الفريق الاول. بالظبط. قال لكم ايه والتكليف ده كان اثره عليكم ايه وانتم مجموعه من الشباب والناشئين؟ اولا احنا كنا مجموعه من فرقه 20 سنه و18 سنه، يعني المجموعه بتاعه 18 و20 كنا طالعين على 21 و19. دي اول حاجه. تاني حاجه ان احنا القرار ده كان متاخد قبل ماتش الاهلي والزمالك بحوالي 17 يوم او 18 يوم، وانا فاكر كويس ان احنا عملنا عده معسكرات ولعبنا ماتشات وديه مع فريق من الاردن وفريق الاتحاد السكندري، كانت اخر تجربه. وانا فاكر كويس قوي ان احنا تعرضنا لشتيمه جامده جدا وتعرضنا لضغوط شديده جدا بشكل غير عادي، وانا برضو فاكر كويس قوي ان الكابتن حسن حمدي الله يديله الصحه ما كانش بيسيبنا خالص، يعني كان الماتشات الوديه بقى قاعد عارف ان عليكم ضغط وعبء نفسي جدا كبيرة. وكان ليه دور كبير جدا في ان هو يخف عننا حته الضغوط ديت، مع وجود ايامها الكابتن هاني مصطفى والكابتن فتحي مبروك والدكتور مفتي، كانت المجموعه دي موجوده معانا، الكابتن الجوهري. كابتن الجوهري لا، ده هي قصه بقى، ان الكابتن الجوهري الفتره دي كلها ما كانش موجود. يمكن احكي لحضرتك ان ال 17 يوم او ال 16 يوم دول بالثلاث ماتشات وديه اللي هي اخرها اتحاد السكندري في اعتزال الكابتن شحته، وتعرضنا زي ما قلت لحضرتك لبعض الضغوط. بعد كده كان الماتش تقريبا يوم حد، احنا وكل الفتره دي كلها ما كانش موجود معانا الكابتن جوهري الله يرحمه. فوجئنا، كنا قالوا لنا يوم الخميس اتمرنا تمرين الخميس، قالوا لنا اليوم الجمعه هنتمرن في الجزيره في مركز شباب الجزيره عشان ما حدش يشوفنا احنا بنتمرن ازاي. واحنا بنتمرن كان قبل الصلاه، انا فاكر كويس كانت الساعه 10 تقريبا، واحنا بنتمرن ومسخن فوجئنا بالكابتن جوهري ده داخل علينا. ده قبل المباراه ب 48 ساعه. ب 48 ساعه. فوجئنا بالكابتن جوهري دخل علينا في الملعب، وقام جاي مجمعنا ووقف يتكلم معانا واتكلم على النادي الاهلي وانتوا نجوم المستقبل، وادانا يعني رفع من روحنا المعنويه واتكلم بشكل مؤثر جدا لينا. وطبعا احنا عرفنا ان كان في حصل موضوع صلح بشرط ان المجموعه دي هي اللي تبقى موجوده، وشرط ان المجموعه اللي هي مستبعده تفضل مستبعده زي ما هي ومع ايقافها يعني. فالكابتن جوهري الله يرحمه طبعا انا فاكر كويس ان هو وافق وجه، واحنا كانت مفاجاه بالنسبه لنا. بينكم وبين بعض مجموعه اللاعبين، بعيدا عن المسؤولين من مجلس اداره النادي، بعيدا عن الجهاز الفني والخبرات الموجوده في الوقت ده، كنتوا بتقولوا ايه لبعض عن المباراه دي لما بتقعدوا تعرفوا حجم العبء، بتشوفوا راي الاعلام راي الجماهير المسؤوليه الملقاه عليكم الثقه فيكم من مجلس الاداره، في نفس الوقت التحدي فنيا صعب جدا. ما خبيش عليك احنا كنا خايفين جدا، لكن احنا يمكن حضرتك تلاحظ ان فتره الثمانينات والتسعينات كان الانتماء وحته الروح الفانيلا الحمراء دي كانت عاليه جدا عند الجيل ده عند الاجيال دي، فبالتالي احنا كنا مصممين ان احنا نعمل حاجه. اي نعم طبعا حته المكسب والخساره يعني ما كانتش ممكن يعني في الحسابات، على اساس ان احنا كنا بنلعب نجوم نادي الزمالك، ده كان فاروق جعفر ومحمد صلاح ونجوم كبار جدا جدا، وايمن يونس وطارق كوارشي وطارق يحيى، مجموعه يعني قويه جدا.
جدا. لكن كنتوا عايزين تعملوا حاجه، كنا عايزين نعمل حاجة. لازم تعملوا حاجه تليق باسم النادي الاهلي، حتى لو جيل الشباب والناشئين، انكم عايزين تلعبوا مباراه جيده. بالظبط كده. وكنا احنا يمكن المعسكرات اللي اتعملت لنا، وقعدنا حوالي تقريبا 3 ايام قبل الماتش كنا قاعدين مع بعض، وحصل حته التجانس ما بيننا. احنا شايفين كمان المباراه لقطات واحنا بنسمعك كابتن حماده. لو عايز تعلق عليها اتفضل. ده الجون الثاني. على فكره الجون الثاني انا اللي شطت الكوره، ويعني مشيت بالعرض، محمد سيد هو اللي حطها. ويمكن الجون الاولاني هو اللي فرق كتير جدا معانا، ادانا روح عاليه جدا على الروح اللي كان اصلا موجوده عندنا، فبالتالي ودت لنا دافع ان احنا ممكن يبقى في حته المكسب. الحاجه الغريبه ان احنا يوم بداتوا تاخدوا ثقه اكتر في الملعب. بعد الجون ادانا ثقه كبيره جدا، طمنكم طمنا تلعبوا بشكل كويس، يعني ادانا ثقه احنا صغيرين لكن نقدر نعمل حاجه مع النجوم الكبار. الحاجه اللي هي اثرت علينا اول ما دخلنا الملعب كان ايامها، وكانت اول مره تحصل، ويمكن من المرات القليله جدا اللي حصلت، ان جمهور النادي الاهلي كان قليل جدا، وكان الجمهور نادي الزمالك هو الاكبر. ده طبعا كان راجع لتخوف، ان الجمهور كان في جزء كبير منه معترض على فكره ان انا فين نجوم الفريق الاول، وازاي ما يلعبوش ماتش مهم زي ده، وكانوا خايفين جدا من خايفين من نتيجه اللقاء، ولان كان كل متوقع، يعني مش عايز اقول يعني يعني اي حد كان بيقابلني كان بيبقى طبعا متاكد ان المكسب هيبقى كبير جدا لنادي الزمالك. فبالتالي كانت زي ما قلت لحضرتك الجمهور ما لقيناش جمهور كتير، يعني كانت يعني وكانت اول مره تحصل او المرات القليله جدا يعني. لكن طبعا زي ما قلت لحضرتك ان الجون الاولاني ده هو اثر بشكل كبير جدا، وادانا دفع كبير. خلاص بداتوا تبقوا ند في الملعب للعيبه الاكبر سنا او اكثر خبره متفوقين عليهم. بالظبط كده. زائد حته الروح عندنا احنا، يعني كان الكابتن جوهري الله يرحمه في المحاضره اللي هو عملها لنا في التمرين بتاعت يوم الجمعه، قال لنا ازاي هنلعب، واكد على جمعه وسبت التمرين الخفيف، اكد ازاي هنلعب. ويمكن كان اول هل كان عنده يعني في الوقت ده الكابتن جوهري رحمه الله لما اتكلم معاكم في اول تجمع كان مشارك فيه قبل المباراه ب 48 ساعه، هل كان متفائل؟ هل كان بيتكلم بالثقه المعتاد عليها وحتى لو كان بيلعب بكامل نجومه؟ ولا يعني هل اداكوا طمنكم، اداكوا ثقه في نفسكم؟ والله انا يعني هو جواه انا مش عارف، ممكن يكون يعني هو مش لكن متأكد. اللي كان ظاهر بالنسبه لكن الظاهر بالنسبه لنا ان هو بيدينا ثقه عاليه جدا، وبيقول لنا ان انتم من احسن اللعيبه اللي موجوده في مصر، ناقص خبرات، لكن انتم ممكن تعوضوا الكلام ده بالحماس وبالروح القتاليه العاليه وبحبكم للنادي الاهلي وبالمجهود الكبير وبالمجهود الكبير، لان الناس لعيبه كبار ولعيبه يعني عندهم خبرات عاليه جدا، ممكن نعوض الكلام ده باللي موجود عندكم من روح عاليه جدا، مع ان احنا نعمل بعض الحاجات اللي هو قال لنا عليها بقى. زي ايه؟ ايه التكليفات اللي فاكرها الكابتن جوهري اللي قال لكم ان دي اساسيات في المباراه دي لازم تلتزموا بيها؟ واحنا معروف عنه طبعا رحمه الله انه كان من يعني المدربين، مدير فني بيعتمد بشكل كبير جدا على الالتزام من لاعبيه بالجوانب التكتيكيه اللي هو بيحرص عليها. وده اللي فرق معانا جامد جدا يعني اول حاجه انا فاكرها كويس قوي، كانت من اول الخطوات اللي اتعملت في موضوع الضغط، ان هو قال لنا لازم تضغطوا على فرقه الزمالك وما تديلهمش فرصه ان هم يستلموا الكوره. طبعا كلامه ده بيبقى دايما في الذاكره، يعني قال يعني دايما كان بيقول لنا ان في المحاضرات كمان قال لنا ان دايما لو انت عندك لعيب كويس قوي وعنده خبرات ولو انت اديته فرصه ان هو يستلم الكره ممكن يتعبك، لكن انت لازم تضغط. وبرده اكد على حته الضغط ديت، واللي هيساعد في حته الضغط ان احنا برضو صغيرين وعندنا روح عاليه ولياقتنا اكيد هتبقى اعلى. فانا فاكر كويس قوي حته الضغط دي وفرقت معانا جدا، لان طبعا لانكم كمان عنصر المفاجاه موجوده عندكم، مش محفوظين بالنسبه للفريق الثاني. الفريق الثاني طريقته بتبقى كتاب مفتوح، بيبقى فريق مليان نجوم وبيلعب على طول ماتشات مذاعه تلفزيونيا والاعلام متابعها، لكن انتوا بالنسبه لهم فريق شويه طريقه لعبه او طريقه امكانات المجموعه دي مش معروفه بالنسبه لفريق الزمالك. وعلى فكره دي النقطه الثانيه اللي اتكلم فيها الكابتن جوهري، قال انتوا خدوا بالكم هتبقوا مفاجاه بالنسبه للناس دي، مش عارفين مفيش حد، انتوا صغيرين ما حدش عارفكم. احنا كنا لعبنا حد لعب ماتش، انا لعبت ماتشين تقريبا مع الفريق الاول بس لسه ما بقتوش معروفين بالنسبه للراي العام. فهو قال ده تاني دافع ممكن ياثر بشكل ايجابي ميزه ثانيه لصالح، ميزه ثانيه لصالح ان هو مش عارفين، وده فعلا اللي حصل ان هم مستغربين. وبعدين احنا كنا كل كوره مشتركه تلاقي في واحد واثنين وثلاثه بيضغطوا بروح عاليه جدا، يعني كل ما اتفرج على الماتش ده ما كنتش مصدق ان احنا جبنا كل المجهود ده ان احنا نعمله، ان واحد كوارشي كان جسمه قوي جدا كبير جدا، في لقطه انا شايفها كنت انا ومحمد سعد وبدر
بدر رجب. احنا الثلاثة ضغطين عليه وهو واحنا بالنسبة له صغيرين خالص يعني، لكن بناخد من بنقدر ناخد منه الكورة، وبالتالي كان اغلب هنا فرق اللياقة بقى لصالح الاعمار الاقل. بالظبط كده، وده طيب. اللي اثر برضه بشكل ايجابي بالنسبة لنا في الموضوع. طيب هنرجع نكمل كلامنا كابتن حمادة، بس هننتقل مع حضرتك ومع مشاهدينا سريعا الى زميلنا كريم احمد مراسل قناة الاهلي من اهلي مدينة نصر، ويطلعنا على التطورات في اهلي مدينة نصر واخر اخبار النادي او مقر النادي الاهلي في مدينة نصر. كريم اتفضل الميكروفون معاك واحنا سامعين. محمد الجندي وبرحب بيك طبعا في البدايه، وكل توفيق طبعا لاعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي في الثلاث فروع كالعاده، تنفيذا لبرنامج عائله النادي الاهلي للكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الاداره. النهارده كان متواجد متابعه مستمره للانشاءات لحمامات السباحه، الجيم، ملاعب كره القدم. النهارده كمان كان على هامش الزياره او على هامش الجوله للكابتن محمود الخطيب افتتاح النهارده في المكتبه الطفل المبدع طبعا، او شيء يمكن مميز جدا بالنسبه للاطفال. شفنا النهارده كابتن محمود الخطيب، العميد حسن مسعود، العميد محمد مرجان، النهارده كلهم كانوا متواجدين طبعا مع اعضاء النادي الاهلي لافتتاح صالون الطفل المبدع في المكتبه الخاصه بالنادي الاهلي مدينه نصر. انشطه مميزه وكثيره جدا هنا في النادي الاهلي مدينه نصر بيتابعها مجلس الاداره، وزي ما بنقول كل كلمه وكل شيء مذكور في برنامج عائله النادي الاهلي بينفذ بالحرف هنا في مقر النادي الاهلي مدينه نصر او الجزيره او الشيخ زايد. النهارده الكابتن محمود الخطيب تواجد في البدايه كالعاده طبعا، كل الاعضاء والحب الكبير والصور التذكاريه اللي كان بيلتقطها كل خطوتين طبعا كنا بنمشي، بيبقى في اعضاء من النادي الاهلي، بعض الاطفال، بعض الشباب بيحاولوا طبعا ان هو يلتقطوا الصور التذكاريه. مفيش يمكن كل الناس بتشيد بالاداء، بتشيد بالمجهود الكبير هنا من اداره النادي، الامور كلها بتصب في مصلحه اعضاء النادي الاهلي. تفقد زي ما قلت لك طبعا يمكن المنطقه اللي متواجد فيها المبنى الاجتماعي، بعض الكراسي طبعا يمكن فيها تطوير كبير جدا، الاعدادات، البرجولات الجديده هنا في النادي الاهلي، في اعمال تطوير بيتم الشغل صباحا بيتم مساء. سور النادي الاهلي النهارده كابتن محمود الخطيب يمكن خرج في الشارع طبعا في البوابه الخلفيه للنادي الاهلي مدينه نصر لمتابعه الاسوار الانشاءات، كان متواجد معاه طبعا العميد حسن مسعود، والحقيقه يمكن في استفسار تام، ايه وصلنا لايه، المرحله وصلت لايه، خلاص يمكن سور النادي الاهلي في المراحل النهائيه، فاضل خلاص حاجات بسيطه جدا وهنشوف حاجه رائعه جدا وتحفه انشائيه رائعه جدا، اكيد طبعا بعد ما تعلن او بعد ما تظهر هيبقى ليها تاثير ومردود كبير جدا على اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي، لان هيكون مش كمان في الباب الخلفي فقط، لا الباب الامامي، الباب الخلفي، كل ابواب النادي الاهلي هيكون عليها بعض المناظر او بعض طبعا البراندات اللي هتكون متواجده على هذه الاسوار، مجهود رائع جدا. من بعدها توجه الى حمام السباحه مباشره تدريبات، حاول ان هو يسمع الاولاد اي شكواهم، بيشتكوا من ايه، اعضاء الجمعيه العموميه بيشتكوا من ايه. النهارده تابع التدريبات بشكل مميز جدا ومستمر، كانت جوله مرهقه جدا، لكن كعاده الكابتن محمود الخطيب كله في حب النادي الاهلي وكله طبعا لسعاده اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي. من بعد حمام السباحه توجه الى الاكاديميه، ملاعب الاكاديميه، كان في لقاء مع الكابتن فتحي مبروك كمان مدير قطاع الناشئين او رئيس قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، استفسر طبعا منه بشكل سريع على اهميه الملاعب، جودتها عباره عن ايه، ايه اللي مطلوب كمان لملاعب النادي الاهلي، الملعب طبعا اللي بيستقبل هنا المباريات بصفه مستمره، كان ليه تركيز كبير جدا مع الكابتن محمود الخطيب، قال الملعب ده لابد انه يكون ملعب مميز جدا خلال الايام القادمه. الحقيقه يمكن هنا سواء لما نقول على الملاعب، العمال هنا بصراحه في اهلي مدينه نصر بيقوموا بعمل مجهود كبير جدا، لان انت عارف زميلي محمد يوميا بيكون في تدريبات المراحل الناشئين كلها، مراحل الناشئين او الاكاديميه كلها تدريبات يوميه، فطبعا بيكون في استهلاك كبير للملعب، لكن عمال الصيانه بصراحه هنا بيقوموا بشكل مميز جدا ورائع جدا، واكيد طبعا الكابتن محمود الخطيب اتكلم معاهم وقال لهم انا عارف ان انتوا مجهودكم يمكن باين، لكن عايزين اكتر من كده كمان بالنسبه للملاعب الخاصه بقطاع الناشئين، لان انت عارف لما بيبقى في بقى اي امور في الملاعب او الملاعب بتبقى مش كويسه بتعرض طبعا بعض الناشئين الى الاصابات، وده اللي اكيد طبعا بنتمناه الفتره اللي جايه تكون ملاعب النادي الاهلي على الطراز العالمي كما هو المعتاد. اختتم الكابتن محمود الخطيب جولته بافتتاح صالون الطفل المبدع هنا في المكتبة الخاصة بها النادي الأهلي، وزي ما بقول لك سعادة الأعضاء، سعادة الأولاد، سعادة الأطفال، دي حاجة احنا لمسناها هنا وتابعناها بشكل كبير جدا. الناس الحقيقة طبعا زي ما احنا شايفين بنقول كل الناس اللي متواجدة هنا بتقول بصراحة برنامج عائلة النادي الأهلي بينفذ بيه الحرف، حاجة رائعة جدا بالنسبة لي الكابتن محمود الخطيب، وده اللي احنا بنقول عليه. خلال الأيام القادمة هيكون في جولات مستمرة في النادي الأهلي مدينة نصر، في النادي الأهلي الجزيرة، النادي الأهلي الشيخ زايد، ده اللي احنا أكيد لامسينه من مجلس إدارة النادي الأهلي. كل يوم بيكون في تطوير، كل يوم بيكون في استمرار للمتابعات، استمرار للانشاءات، وده اللي بنأمله اكيد يا زميلي محمد الجندي، ان احنا خلال الفتره القادمه نشوف الثلاث فروع بالنسبه للنادي الاهلي، ثلاث فروع على اعلى مستوى كما يعني هو مطلوب. كريم مهم نعرف دلوقتي كريم محمد. مجلس الاداره سعيد بسير العمل
محدد لتنفيذ برنامج عائلة الأهلي والجانب تحديدا الخاص بالعمليات الإنشائية في كافة الأفرع. الأمور ماشية كويس بشكل مقنع ومرضي لمجلس الإدارة ولأعضاء النادي في المقار المختلفة. جدول العمل والجدول الزمني المحدد والبرنامج المحدد وقته للانتهاء من هذه الأعمال، الأمور دي ماشية بشكل مستقر ومطمئن. بالفعل بنأكد على كلامك زميلي محمد، في رضا طبعا مجلس الإدارة، لكن مجلس الإدارة عايز يكون كمان أسرع من الجدول الزمني الموضوع، عايز يكون كل الأمور تكون مهيئة لأعضاء الجمعية العمومية في أسرع وقت. أكيد طبعا في طلبات زي ما أنت عارف من أعضاء الجمعية العمومية لكل الأمور الخاصة بها النادي، سواء حمام السباحة زي ما قلنا، صالة الجيم، ملاعب كرة القدم، لكن خطوة بخطوة أعضاء النادي الأهلي شايفة الكلام ده على أرض الواقع هنا في نادي مدينة نصر. وزي ما بقول لك كان في لينا بعض اللقاءات مع أعضاء الجمعية العمومية، سألتهم بتطلبوا إيه من مجلس الإدارة، بتشوفوا التطوير إزاي، لمسين ايه على ارض الواقع. الحقيقه طبعا يمكن اكيد هتشوفوا طبعا من خلال اللقاءات، الحقيقه يمكن الناس بتشيد باداء مجلس الاداره، بتقول في اهتمام، بنشوف الكابتن الخطيب يمكن على فترات يوميه، مش عايزين نقول يوميا، بنقول على فترات متقطعه بيكون متواجد في الثلاث فروع. لكن لو بخص مدينه نصر، الكابتن محمود الخطيب عامل اهتمام كبير جدا طبعا لنادي مدينه نصر نظرا للمساحه الكبيره، وفي بعض التطوير هنا بعد ما يخلص هتبقى حاجات رائعه جدا هيشيد بيها اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي. لكن بقول لك الخطه الانشائيه المواعيد ماشيه بشكل مستمر ومطمئن جدا، وزي ما بنقول بنطمن اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي خلال الاسابيع القادمه، خلال الشهور القادمه هنشوف حاجات رائعه جدا بالفعل تليق باسم عضو الجمعيه العموميه للنادي الاهلي. اشكرك شكرا جزيلا لك وعلى المعلومات اللي تابعتها وامدتنا بيها زميلنا كريم احمد مراسل قناه الاهلي من اهلي مدينه نصر، شكرا جزيلا لك. اعود سريعا الى ضيفي الكابتن حماده مرزوق. كابتن مره ثانيه ارجع معاك للمباراه، الدقائق القليله المتبقيه، ذكرياتك عن المباراه. اكيد حصل حاله تفوق بتحصل نفسيا وفنيا لاي فريق بيبدا بالتهديف في مباراه قمه، فانتوا اعتقد ان الكيرف علي شويه في الاداء والمنافس بيقل اداؤه شويه بعد الهدف الاول للاهلي؟ ما بشكل كبير جدا، لان طبعا لما يكونوا في نجوم كبار قوي في نادي الزمالك وفي وقت من الاوقات خسرانين من ولاد صغيرين من النادي الاهلي، دي اثرت عليهم بشكل سلبي كبير جدا، وابتدى يعني بتفقد الفريق اتزانه شويه خالص. طيب اللحظات الصعبه تعاملتوا معها ازاي بعد ما تقدمتوا بهدفين، تفوقتوا فنيا وبدنيا في الملعب وبعدين بدات الخبرات تحسم الامور او تعيد الكفه مره تانية ليقترب الزمالك ويتعادل 2-2، اتعاملتوا مع الوقت الصعب ده في المباراه ازاي؟ هو احنا كنا دايما يعني نجيب جون هم يتعادلوا، جبنا الثاني هم يتعادلوا، لكن احنا الغريبه جدا ان احنا كنا متماسكين، ودي كانت مرحله ما كانتش مناسبه للسن بتاعنا، يعني كانت سابقه سننا ان احنا نبقى متماسكين بشكل كبير جدا وعندنا امل ان احنا ما فقدتوش تركيزكم، بالعكس خالص. فضل عندكم طموح الفوز بالظبط. طب واحنا بنتكلم وبنسمعك كابتن حماده هنشوف الهدف الثاني، تقرير عن الهدف الثاني وطبعا اللحظات المتميزه جدا اللي كان بيتفوق فيها فريقنا في الملعب في هذا اللقاء عام 85، هدف النجم محمد السيد في هذه المباراه. محتاج نتكلم على مبادئه اللي هي مترسخه من منذ بدايته يعني، لكن الموقف ده كان يعني بالنسبه لينا وكان للشعب المصري كله وكل محبي النادي الاهلي انه كان موقف مش اي حد يعمله الا النادي الاهلي، في وجود الكابتن صالح سليم الله يرحمه والمجلس كله اللي كان موجود، وقرار كان بيدل على ان النادي الاهلي ما بتفرقش معاه اسماء ولا المهم المبادئ، والمبادئ هي اللي كسبت بفضل الله. يعني هو وقف 16 لعيب كلهم نجوم كبار جدا، واحنا كنا بنتفرج عليهم واحنا في الناشئين، يعني بنقعد نتفرج على النجوم الكبيره اللي كانت موجوده، ولما يتوفوا 16 لاعب بحجم النجوم بتاعه النادي الاهلي ويصمم الكابتن صالح انه ما ينسحبش قدام نادي الزمالك ويعمل ويخلي الكابتن فتحي مبروك والمدربين وكابتن عادل طهيمة ان هم يعملوا فرقه من براء من ناشئين النادي الاهلي، ودي كانت حاجه يعني سبق ما حدش يعمله للنادي الاهلي، ودي بتاكد ان النادي الاهلي مبادئه راسخه وما بيهموش الا النجاح المبادئ، لان المبادئ هي اللي بتنجح، مش اللعيب او لعيب يتمارد او لعيبه تتمارد، لا، النادي الاهلي ما بيقفش على حد، وده على مدار تاريخه بيحقق بطولات باي حد، بلعيبه موجوده طالعه من تحت، لعيبه جايه من بره، كله مجرد ما بيلبس فريق النادي الاهلي وعارف
قد ايه قيمه الفانلة. بيفوز بحق البطولات وعلى مدار الاجيال كلها بفضل الله، كل واحد فينا عاوز يثبت وجوده في النادي الاهلي. فطبعا ما كانش حد يتوقع انا اجيب جون او غيري يجيب جون، احنا كنا عاوزين نطلع باحسن نتيجه، نطلع بشكل مشرف زي ما الاداره قالت لنا يعني بالظبط. كل واحد قاتل وبذل كل الجهد ان هو يعمل افضل نتيجه. يعني طبعا ما كانش في دماغنا الفوز، ولكن كان عندنا الطموح ان ممكن ربنا يدينا لو اجتهدنا وبالاصرار اللي خدناه والدفع اللي خدناه من مجلس اداره. رجب عاليه وتفوت وتلعب جامده وتحط جوه الجول. الجول الثاني للنادي الاهلي بيجيبه محمد السيد بيجيب الجول الثاني للنادي الاهلي. هنشوف الكوره مره. انا حاجه اول مره اقولها يا كابتن، يمكن والدتي الله يرحمها كانت قبل المباراه كنت بقولها ادعي لي وربنا يكرمها، لعبة الزمالك كذا كذا، هي بتحب الاهلي جدا، وقالت لي ان شاء الله هتجيب جول وهتيجي ناس وتشجع وتيجي الناس تهنيني هنا في البيت. والله زي ما قالت بالظبط، الموقف حصل زي ما انا يعني زي ما قالته، ان فعلا كسبنا وانا جبت جول، لا وصنعت الجول الثالث لطارق خليل كمان بفضل الله. وكان الشارع يمكن عندنا كنا بقى انت عارف شبرا ده يعني اهلاويه كلهم يعني حتى كلهم كانوا قدام البيت يعني شايليني من اول الشارع لحد ما دخلت عند البيت. وهن والدتي عيطت وقعدت ابوس في دماغها وفي ايديها وفي رجليها ان دعوتها فعلا ربنا سبحانه وتعالى استجاب لها. بس طبعا انا كان قبل ما نروح المباراه ما حدش يتوقع ان احنا نسجل ولا نتغلب، بس ما كناش كان املنا ما نتغلبش كتير، ما نطلعش بشكل وحش، نعمل اللي علينا، وكان التوفيق بتاع ربنا سبحانه وتعالى. فربنا ادى عشان مبادئ النادي الاهلي هي اللي تنجح، واحنا يبقى لينا دور في النادي بعد كده، ودي اللي بتاكد ان مبادئ النادي الاهلي هتفضل راسخه وهي الاساس، ومفيش حد يقدر يكسر النادي الاهلي، النادي العريق العظيم اللي طلع نجوم كبيره جدا لكل منتخبات مصر على مدار تاريخه، مش ممكن يتهز، ولو اتهز بيرجع تاني لانه هو ده البطل. دي كانت كلمات الكابتن محمد السيد من نجوم هذه المباراة التاريخية، الفوز في دور الثمانية في كاس مصر على الزمالك بشباب وناشئي الأهلي في هذا اللقاء المهم والتاريخي. هذا الفوز الكبير، الفوز للمبادئ والفوز لكرة القدم والتفوق الفني لفريقنا الشاب في هذه المباراة، مع الحفاظ على قيم ومبادئ النادي الأهلي وضوابط النادي الأهلي التي لا تتغير ولا تنكسر تحت أي ظروف مهما كانت أو مهما كانت معقدة وصعبة. كابتن حمادة، كلمات أخيرة عن لحظات الفوز بعد ما الأمر أصبح معقد وقدرت الخبرات الموجودة في فريق الزمالك تتعادل وتبدأ تبقى في حالة في الملعب من التكافؤ في النتيجة وكل فريق يطمع في الفوز في الحالة دي، تعاملتوا إزاي مع الدقائق الأخيرة للمباراة وإيه من وجهة نظرك اللي حسمها؟ هي اللي حسمها برضو حتة الروح، الروح العالية جدا اللي احنا كنا بنأدي بيها، زائد الكلام دايما اللي احنا كنا دايما بنفتكره من مجلس الإدارة ومن الناس اللي كانت بتقعد معانا قبل الماتش، ان احنا بندافع على كيان النادي الأهلي، بندافع على مبادئ النادي الأهلي، بندافع على الاسم الكبير بتاع النادي الأهلي. ما كانش هممنا حتة النتيجة بقدر ان احنا نظهر بمظهر طيب ومظهر كويس. ربنا كافئنا ووفقنا وان احنا نقدر ان احنا قدرنا حتى ما كنتوش بس مكتفيين بالتعادل، كان عندكم المغامره والهجوم في الوقت بدل الضايع كان. عندنا طموح غير عادي يعني ما احنا انا كنت ببقى مستغرب ايه الطموح اللي عندي ده جه منين، لكن طبعا هو اكيد ان احنا لما تربينا في النادي الاهلي وعشنا اللحظات الصعبه بتاعه المكسب والخساره كل الكلام ده اثر علينا بشكل ايجابي جدا، وبالتالي قدرنا بفضل الله سبحانه وتعالى ان احنا نحقق بطوله كبيره جدا. على فكره كان الماتش ده في دور الثمانية قبل النهائي كان مع الترسانة كسبنا، والنهائي كسبنا الإسماعيلي، والأجمل إن احنا كل الأهداف كانت بالمجموعه الصغيره بتاعتنا. ودايما يعني دايما ابدا مباراه اهلي وزمالك يعني نهائي مبكر لاي هو ده نهائي مبكر لكاس مصر بالظبط، فكانت بطوله خاصه كمان في حد ذاتها، مباراه لا تنسى وتبقى في ذاكره محبي النادي الاهلي وجماهيره في كل مكان. وبالتاكيد نجمنا الكابتن حماده مرزوق واحد من النجوم التي لا تنسى ولا ينسى جهدهم وادائهم في هذه المباراه، اسعدتنا في هذا اليوم وفي هذا الفوز الكبير والنهارده بوجودك معنا كمان يا كابتن حماده. انا سعيد جدا والتوفيق دايما ليك يا استاذ محمد. ربنا يخليك، بشكرك كابتن حماده مرزوق نجم احد نجوم
نجوم الكرة المصرية والنادي الأهلي سابقا، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا ابقوا معنا في هذه الحلقة من حلقات الأهلي الليلة، بعد قليل أنتقل إلى زميلي العزيز الكابتن خالد العوضي ليتابع معكم نجم طبعا كرة اليد السابق. مساء الخير يا كابتن خالد. مساء الخير يا كابتن محمد، موفق إن شاء الله في هذه التجربة وسعداء بانضمامك لفريق العمل ولمجموعة العمل في قناة الأهلي. بإذن الله بنكون موفقين جميعا بإذن الله كلنا مع بعض إن شاء الله. بشكرك يا كابتن خالد وبالتوفيق إن شاء الله، وأترك لك المايك للحديث عن كل الأمور المتعلقة بكافة الرياضات الأخرى بعيدا عن كرة القدم. شكرا زميلي محمد الجندي، شكرا كابتن احمد مرزوق. دايما وابدا الاهلي برموزه بنجومه بابطاله بتاريخه هيفضل هو الحاضر والماضي والمستقبل ان شاء الله، هو ده النادي الاهلي ان شاء الله. الفقره دي هتكلم على الالعاب الاخرى في النادي الاهلي، عن كره اليد، عن الباسكت، عن الطايره، عن السباحه، العاب القوة، كل الرياضات بره الكوره هنتكلم عليها في الفقره دي. هنبدا اخبارنا النهارده باذن الله بفريق كره اليد بالنادي الاهلي رجال. فريق كره اليد النادي الاهلي رجال بيستعد الى بطوله الدوري العام وبطوله الامم وبطوله الابطال الدوري الافريقيه اللي هتلعب في ساحل العاج. انضم النادي الاهلي عمل صفقتين من العيار الثقيل، ضم احمد خيري لاعب نادي الجزيره السابق، وضم يوسف معرف من نادي حمامات من نادي مكارم المهديه التونسي. اعتقد ان دول صفقتين كويسين، اعتقد في استعدادات جيده جدا جدا ان شاء الله باذن الله. النادي الاهلي هتوجه الى بطوله الشرق الدوليه باذن الله في الشهر في اخر الشهر ده، هيبتدي استعداده للدوري والبطوله الافريقيه. كل امنياتنا الطيبه لفريق النادي الاهلي لكره اليد الرجال ان هم يقدروا يحصدوا البطولات ويزيدوا تاريخ بطولات اخرى ان شاء الله باذن الله. عندنا فريق سيدات الاهلي برضو بتواصل استعدادها للموسم الجديد في اطار الدخول الى صاله الجيم للصاله المغطاه، تدريبات يوميه صبح وظهر بقياده الكابتن ياسر صلاح. ان شاء الله هنسمع من كابتن ياسر صلاح ايه الموجود ايه الجديد عنده، نطلع عليه لتقرير كابتن ياسر صلاح وترجعوا لنا مره ثانيه. لسه بادئين بقى لنا بالظبط حوالي 15 يوم. السنه دي زي ما احنا عارفين ان في تجديد كامل في الفرقه، طلع لنا من تحت مواليد 98. مواليد 98 فيهم حوالي 7 بيلعبوا في منتخب مصر، سن صغير طبعا. كنا بنصعد منهم السنه اللي فاتت، السنه دي احنا هنعتمد عليهم بشكل كبير، هنبدا ندخلهم. مراحل السنيه الموجوده كلها صغيره في السن، مواليد 96 ومواليد 98. ما عنديش الا بس 3-4 لعيبه كبار تمام، بسم الله ما شاء الله برضو بيدوا في الملعب. هنبدا ندخل مرحله كده صغيره واحده واحده اللي هم السن الصغير مواليد 98. احنا شغالين دلوقتي اعداد البدني تمام، ثم بدأنا نخش في الكور. الحمد لله احنا ماشيين بخطوات مميزة. السنة دي عندنا بطولة عربية، عندنا بطولة الافريقية، ان شاء الله دول في شهر، واحدة في شهر 9 وواحدة في شهر 10، وبإذن الله احنا مشتركين فيهم بإذن الله. ما عنديش حد جاي من بره، انا اعتمدت على كلهم ولاد النادي. السن الصغير انا من السنه اللي فاتت وكنت ماشي في اتجاه السن بالذات، يمكن اكتسبنا خبره كبيره قوي من البطوله الافريقيه اللي فاتت، بنبدا نشتغل عليها. طموحاتنا اكبر من الدوري والكاس والمنطقه طبعا، طموحاتنا عرب او بطوله عربيه باذن الله، وماشيين في السكه دي باذن الله. السنه اللي فاتت احنا كنا عملنا مجهود كبير، احنا كان عندنا بطوله الجمهوريه وكاس ومنطقه والحمد لله ربنا كرمنا وكسبناهم. طبعا اخذنا فتره راحه اللي هي الراحه اللي هي الامتحانات والصيف والحاجات دي، وان شاء الله ابتدينا من حوالي اسبوعين. طبعا ابتدينا حاجات خفيفه ان احنا بس نستعيد اللياقه البدنيه بتاعتهم، وكل مدى بنلعب الحمل اكتر لغايه ما نوصل
الحاجة اللي احنا عايزينها ان احنا نبتدي بيها السيزون الجديد ان شاء الله. الحمد لله عندنا البنات اساسا لياقتهم كويسة فمبناخدش وقت طويل يعني، هي بس بتبقى ما بنكملش بالظبط حوالي شهر وبنبقى الحمد لله زي الفل يعني، بيبقى كله زي يعني جاهز ان هو خلاص نخش شغل الملعب يعني. عندنا ثلاث بطولات اللي هم العاديين بتوعنا اللي هو الدوري والكاس والمنطقة، السنة دي زادت عليها بطولة السوبر هنلعبها ان شاء الله، ومفروض ان احنا في عندنا بطولات عربية وافريقية الله اعلم احنا يعني لسه الكابتن هيشوف هيشارك في ايه بالظبط، وطبعا هنستعد لها طبعا الاعداد الصح للحاجه زي كده. احنا طبعا ساعه بطوله افريقيا احنا خدنا خبره الحمد لله كويسه، وربنا يكرمنا ان شاء الله السنه دي بنعمل حاجه كويسه في بطولات سواء عربيه او افريقيه. لا الحمد لله احنا واخدين على كده يعني، احنا حتى السنه اللي قبل اللي فاتت احنا لعبنا الاربع بطولات كان معانا السوبر، بس السوبر اتلغى السنه اللي فاتت عشان بطوله افريقيا. لا الحمد لله لغايه الاخر احنا مكملين والحمد لله لغايه اخر ماتش اللياقه البدنيه زي الفل والناس كلها كانت كويسه جدا الحمد لله، ما كانش في اي مشكله. اليد وهنسيب الاحمال التدريبيه واللياقه ورفع معدل اللياقه البدنيه لفريق كره اليد سيدات، وهنروح لفريق الفولي سيدات. فريق الفولي سيدات السنه اللي فاتت عملوا اربع بطولات في موسم تاريخي بالنسبه لفريق كره الطايره سيدات، لكن السنه دي بيبداوا الموسم بسوء حظ واضح جدا، بيفقدوا اثنين من اهم اللعيبه، اثنين من اهم اللاعبات دانا شوقي ونور ياسين لاعبات منتخب مصر. يعني الكابتن حمدي صافي وربنا يكون في عونه ان فعلا بدايه مش موفقه، بدايه فيها سوء حظ كبير، لكن نتمنى ان شاء الله باذن الله ان اللاعبات كل اللاعبات في فريق الطايره ان شاء الله باذن الله يقدروا يؤدوا، يقدروا يوصلوا للموسم التاريخي اللي حصل السنه دي بالفوز ببطولات افريقيا والفوز ببطوله الدوري والكاس. هنروح لكره الطايره رجال للكابتن ميدو. كابتن ميدو بدأ الموسم ما شاء الله تاريخ بطولات ما شاء الله السنة اللي فاتت، عمل بطولات كويسة جدا لفريق الرجال السنة اللي فاتت، أفريقيا دوري يعني نقول الخمسة وخميسة كده عليهم. عندهم السنة دي بدأ يستعدوا، بدأ يخش لرفع معدلات اللياقة البدنية. بيقول كابتن ميدو إن هو عنده دلوقتي رفع معدلات اللياقة البدنية هو أهم حاجة بيعملها في الوقت ده، مش بيخش ليه المباريات الودية، مش عايز يقع بنفسه المباريات الوديه دلوقتي، عايز بس يرفع معدل اللياقه البدنيه، يطلع بالفريق لحته معينه ويبتدي يشتغل في الموسم باذن الله، او يبتدي يشتغل في المباريات الرسميه. عندنا من كان زميلي محمد الجندي بيتكلم عن النجوم والتاريخ والرموز بتوع النادي الاهلي. احنا عندنا في البرنامج هنا او في الالعاب الاخرى هنطلع نجم صغير، نجم لسه طالع في طريقه، لازم نعمل عليه سبوت. نجم ابن نجم ابن كابتن حمدي الصافي، وهو الكابتن حمزه حمدي، هو لعيب من طراز فريد، لاعب طايره موهبه كبيره. يلا نطلع نشوفه ونشوف التقرير ان شاء الله باذن الله يوصل لمنتخب مصر والفريق الاول بالنادي الاهلي. لي 7 سنين بلعب فولي، و قضيت 3 سنين في 9 سنين وسنتين في ال11، ودي تاني سنه ليا في ال13 سنة. بصراحه انا بابايا واختي واخويا طلعوا بيلعبوا فولي، بس انا يعني انا كنت في الاول حابب ان العب باسكت، بس جربتها ما عجبتنيش قوي، بس في الاخر قررت ان العب فولي. بعد الفولي طبعا الباسكت، زي كابتن مامتي كابتن رحاب الغنام كانت بتلعب باسكت، كان لو كنت هختار لعبه تانية بعد الفولي كنت هختار الباسكت طبعا. بصراحه ما شفتش بابايا كابتن حمدي الصافي، بس الناس كلها قاعده تحكي لي عنه ان هو كان لعيب جامد جدا وبسم ما شاء الله يعني، بس انا ما شفتوش. فانا بعديه كنت عايز العب مع كابتن عبد الله عبد السلام. احيانا في ايام الدراسه ساعات التمرين بيبقى بعد المدرسه على طول، فبضطر ان انا اطلع من المدرسه على التمرين، فطبعا ما بلحقش، فساعات بفوت تمارين كتير لدرجه ان انا عشان اذاكر واحضر الامتحانات وكده بس. بس لو التمرين متاخر يعني برجع اذاكر واتغدى وكده في البيت، وبعد كده ارجع احضر التمرين بالليل. هو طبعا كل العيله بيشجعوني بيقولوا لي المفروض تركز في التمرين، وبيشجعوني عشان اطلع الحمد لله كويس زي بابا كده. في بطولات شاركت فيها كانت في بطولات وديه شاركت فيها كتير،
كانت مهرجانات وكده، الحمد لله كسبناها كلها بدون اي هزيمه. والبطولات الرسميه اللي هي كانت السنه اللي فاتت شاركت تقريبا في اكتر من نص الماتشات وكسبنا البطوله الحمد لله واخدنا الاول. ان شاء الله اطلع لعيب دولي واطلع لعيب كويس جدا واخد مراكز ونكسب النادي الاهلي وقسم منتخب مصر. من نجم صغير من اسره رياضيه كبيره، كابتن حمدي الصافي، كابتن حابب الغنام، يعني ابطال، وجده كمان كابتن طه الغنام، عالم الاعلام كره السله في النادي الاهلي ومصر. هنروح لفريق الباسكت وده الاهم، ونشوف كابتن طارق الغنام بعد تجديده العقد بتاعه ووجوده في النادي الاهلي، ذخيره قويه جدا للنادي الاهلي، نجم كبير في النادي الاهلي، خبره كبيره في النادي الاهلي، نتمنى له ان شاء الله ان هو يعود من اصابه يعني موجوده عنده شويه الام في الظهر كده، يعني ان شاء الله باذن الله تكون سليمه يا كابتن طارق وتعود مره ثانيه لفريق النادي الاهلي وتعود للمكسب والبطولات اللي احنا كلنا بنتشرف بيها وبنتشرف بيك. نروح لكابتن طارق خيري المدير الفني لفريق كره السله ونشوف قال ايه عن بدايه السيزون. هنروح لاخر خبر وهو تاهل 5 لاعبين لبطوله العالم للقارات بدوله تشيك من العاب القوى، وهم فازوا ببطوله افريقيا، اتاهلوا لبطوله العالم في دوله تشيك، عباره عن مصطفى الجمل جاب ذهبيه تحت المطرقه، ومحمد مجدي فضيه في دفع الجله، واسلام مسعد فضيه اطاحه المطرقه، والكابتن حسن عبد الجواد برونزيه اطاحه المطرقه، ورامي سعيد هو ثامن الحواجز تاهلوا لبطوله العالم بدوله تشيك. ان شاء الله هنطلع فاصل ونرجع لكابتن شريف ابو حباجه نجم من نجوم التنس ونجم من نجوم النادي الاهلي، هنشوف مشواره الكبير اللي عمله واحترافه ووجوده في امريكا والمانيا ومصر. هنطلع فاصل ونرجع لكم مره ثانيه. رجعنا لكم مره ثانيه مع نجم من نجوم النادي الاهلي، نجم قعد في النادي الاهلي 20 سنه، هو دلوقتي 24 سنه ما شاء الله، دخل النادي الاهلي وعنده 4 سنين، نجم من نجوم التنس، نجم من نجوم لعبه كلنا بنحب نتفرج عليها، نجم كبير معانا الكابتن شريف جمال ابو حباجه. كابتن شريف مساء الخير. خالد مبارك ايه؟ الحمد لله كويس. بدايتك كانت مع النادي الاهلي، شايفين ما شاء الله كؤوس وميداليات، عايزين نعرف التاريخ، وصلنا ازاي؟ مشينا ازاي؟ بدأنا 4 سنين كنت لسه بتجري في النادي الاهلي عشان تلعب تنس، يا ريت تحكي لنا الحكايه. هو انا ابتديت وانا عندي 4 سنين، ابتديت في نادي اهلي مدينه نصر، ابتديت الاول في المدرسه العاديه، وبعد كده ابتديت تدريجيا ابتديت اروح العب في المدرسه المميزه، وبعد كده رحت نادي اهلي الجزيره ابتديت العب في التحدي، وبعد كده ابتديت العب في الفريق الكبير من وانا عندي 10 سنين. انا ابتديت تحت 12 سنه كنت خلصت نمره 1 على مصر، تحت 14 سنه كنت نمره 1 على مصر، تحت 16 سنه كنت نمره 1، تحت 18 سنه كنت نمره 1، وفي رجال عمومي كنت نمره 2. وبعد كده انا خلصت مدرسه، كنت عايز الاول رحت ابتديت في الدوري الالماني سنه 2013، ابتديت اول سنه كان الكابتن عمرو غنيم كان هو المدير الفني ساعتها، كانوا بيسالوه محتاجين حد يرشحوه ان هو يلعب في الدوري الالماني، فكابتن عمرو غنيم رشحني ان انا اروح العب. ابتديت اول سنه هناك وانا لحد النهارده بلعب في الدوري الالماني كل سنه. بعد كده ابتديت انا اول سنه ليا في جامعه كانت في اكاديميه بحريه سنه 2014، خلصت اول سنه، وبعد كده كنت عايز ان انا ابتدي العب بروفيشنال تنس، بس كان الموضوع مكلف قوي ان انت تبتدي تروح على التور وتبتدي تلعب بطولات، فكان حاجه شويه قريبه لي ان انا اروح العب كوليدج تنس، انا اروح العب في الجامعات. فانا كان ليا واحد صاحبي عمر الخشن كان بيساعدني، فكان هو كان بيلعب في نفس الجامعه، فقلت له ان انا عايز اروح الجامعه، وعرفت ان الجامعه كويسه، كان من 10 جامعات الاوائل على امريكا، فكان عليه اتصال بالمدرب، المدرب شاف النتائج بتاعتي، انا برضو كنت نمره 3 على افريقيا في السنجلز، ونمره 1 على العرب سنجل ودبل وفرق، لعبت بطوله شمال افريقيا، لعبت كاس العالم في التشيك،
كنت نمره 11 مع المنتخب. كنت بلعب اي تي اف دي بطولات دوليه عالميه، كان ترتيبي 260 على العالم في الناشئين، فالمدرب هو كان بيشوف كل النتائج دي. انا كمان كنت من احسن 8 لعيبه في افريقيا، كان اتعمل لنا بطوله اسمها بطوله الماسترز، البطوله دي كانت بتتلعب في المغرب، فكان احسن 8 لعيبه انا، واخدت مركز رابع في الفردي ومركز اول في الزوجي. بعد كده لما المدرب شاف النتائج ابتدى يشوف فيديوهات بتاعتي برضو وانا بلعب، بعد كده جاب لي منحه فول سكولرشيب، ابتديت اروح في امريكا، ما دفعتش اي حاجه خالص بس كان تذكره الطيران بتاعتي. ابتديت انا خلص اول سنه في اكاديميه بحريه وحولوا لي المواد بتاعتي كلها، فانا رحت ما ابتديتش من الاول خالص لما رحت امريكا، ابتديت كاني من سنه تانية. بس رحت هناك انا اول سنه ليا لعبت 21 ماتش، ما خسرتش غير ماتش واحد، فكنت اخذت جائزه اسمها فريشمان اوف ذا يير، ده لعيب اللي هو اللعيب الحديث اللي لسه جاي في امريكا. بعد كده تاني سنه وثالث سنه ورابع سنه انا اخذت بلاير اوف ذا يير، ده احسن لعيب في امريكا في الولايات بتاعتي. بعد كده لعبت الجامعة بتاعتي السنة اللي فاتت، وصلنا بنلعب في بطولة حوالي في الجامعات في أمريكا، في حوالي أنت بتتكلم في 100 جامعة. أنا الجامعة بتاعتي لعبنا بطولة اسمها الناشنالز، البطولة دي أحسن 16 جامعة في أمريكا بيلعبوا، بس أنا الجامعة بتاعتي أخذنا مركز رابع. أنا بلعب نمرة واحد في الجامعة بتاعتي من سنة تانية، والسنة تانية وتالتة ورابعة بلعب نمرة واحد فردي وزوجي. أنا ترتيبي نمرة ثلاثة على أمريكا في آخر سنة، آخر ترتيب ليا. يعني كم بطولات وكم سنين في لعبة التنس، وصلت النهاردة بتحضر ماجستير في الإدارة الرياضية وانت لسه لعيب في أمريكا وألمانيا ما شاء الله والنادي الأهلي، بتوفق إزاي؟ إزاي بتوفق كل ده مع بعضيه؟ لازم نقول للناس إزاي بتوفق، أكيد التوفيقة دي مش بتتعمل، لازم أنت تكون مركز توفق إزاي، ياريت تشرح لنا عشان كل الناشئ الصغير اللي بيتفرج عليك بياخد التجربة دي ويبتدي يتعلم منها حاجة، عشان إن شاء الله في المستقبل القريب يكون عندنا ناس كده زي كابتن شريف أبو حراجة في أمريكا وفي بلاد الأخرى. اتفضل. هو أول حاجة في أمريكا، أنا دلوقتي أنا بلعب السنة كلها يعتبر في أمريكا ما عدا الصيف، يعني أنا في أمريكا شغال من شهر واحد لحد شهر خمسة، وبعد كده من شهر تسعة لحد شهر 12، فأنا بدرس وبلعب في نفس الوقت ما شاء الله. فهو الموضوع أصلا صعب إن أنت تقدر توافق إن أنت بتدرس وبتتمرن وبتلعب وبتسافر وبتلعب في كذا مكان، أنت مش بتلعب في ولاية واحدة بس، فهو الموضوع صعب، أنت محتاج إن أنت تقدر تركز في الدراسة بتاعتك الصبح وبعدين بعد الظهر أنت كمان، يعني أنت ممكن يكون عندك محاضرة من الساعة 8 للساعة 11 بس أنت من 11 لواحدة فاضي، فبيخليك تروح تتمرن وبعد كده تخلص محاضراتك الساعة 2 تروح تتمرن تاني من 3 ل 6، بيبقى عندك مثلا من 7 ل 10 أو من 7 ل 11 أنت لازم تذاكر وتخلص كل حاجة بتاعتك عشان تبقى تاني يوم عندك نفس الكلام. بالنسبة لي أنا في ألمانيا، ألمانيا الدوري الألماني بيبقى في الصيف بس، فده بالنسبة لي بتبقى حاجة كويسة إن أنا بروح ألعب بخلص الجامعة بتاعتي يا دوبك، بعد كده بطلع على ألمانيا أبتدي أتمرن مثلا أسبوعين أو ثلاث أسابيع وأبتدي ألعب في الدوري الألماني. والدوري هنا مع النادي الأهلي بيبقى في آخر السنة، فأنا مثلا لما بنزل في ديسمبر إن شاء الله بقدر إن أنا أشارك مع النادي الأهلي في الدوري. شريف، قعدت في أمريكا وماجستير ما شاء الله كل الحاجات اللي أنت قلتها، قول لي النادي الأهلي فين في الموضوع؟ النادي الاهلي فين في الدوريات دي كلها؟ بتنزل على اي بطولات؟ بتلعب مع النادي الاهلي اي بطولات بالظبط في السنه؟ هو انا مع النادي الاهلي لما بنزل، يعني انا لما بروح مثلا الدوري الالماني وارجع، انا برجع على مصر طبعا برجع على بيتي على النادي الاهلي، فاول حاجه مثلا بيبقى في بطولات هنا محليه، في بطولات في اسكندريه، التمرين يعني بصراحه انا بعض البطولات يا شريف اللي بتنزلها ولا بطولات معينه بالاسم بتنزلها تلعب في النادي الاهلي؟ بطولات معينه، يعني انا مثلا ما بلعبش، مش بلعب مثلا غير بطوله جي اي اللي هي اكبر بطولات بتتلعب هنا، وانا حاليا دلوقتي بقى النادي الاهلي بصراحه بيساعدني، يعني في بطوله في النادي الاهلي كمان اسبوع انا هلعب ان شاء الله، النادي الاهلي بيقدر يساعدني في الحاجات دي، بيبقى تمرين اول ما بكون موجود، يعني انا لسه راجع يوم الخميس، اول حاجه اول لما جيت رحت على النادي الاهلي امبارح كان عندي تمرين، نزلت اتمرنت، بصراحه النادي الاهلي مساعدني كتير قوي في الحاجات دي ودايما بيسالوا عليا على طول. شريف، كم البطولات؟ اكيد في بطوله قريبه لقلبك، اكيد في بطوله هي اللي يعني طول وقتها بتفتكرها عشان تقدر تكمل في المرحله الرياضيه او في لعبه التنس، قول لي ايه البطوله القريبه قوي لقلبك؟ كاس العالم. كاس العالم عملنا ايه في كاس العالم؟ كاس العالم انت بتروح بيلعب احسن 62 فريق، كان الموضوع كان صعب شويه لان احنا كنا في افريقيا، الاول بتلعب بطوله الافريقيه وفي الاخر بتلعب تصفيات كاس العالم، فكان في جنوب افريقيا وتونس والمغرب، كان في منتخبات كتير وكان مش بياخدوا غير فريق واحد بس هو اللي بيطلع يلعب كاس العالم، فانت بتلعب حوالي اربع خمس ماتشات علشان تروح تلعب كاس العالم، فكان اصلا الموضوع صعب جدا، فقدرنا ان احنا نوصل، رحنا كاس العالم في التشيك، من كل الفرق دي احنا قدرنا ناخد المركز ال11، فدي بالنسبه لي كانت بطوله حلوه جدا، تنظيم كويس قوي، وقدرت ان انا العب مع لعيبه دلوقتي بشوفهم في التلفزيون، يعني انت بتكلم دلوقتي على لعيب اسمه بورنا كوريتش، لعيب دلوقتي من توب 20 اوائل على العالم، انا قدرت ان انا العب قدامه، فبالنسبه لي دي حاجه كويسه قوي، يعني كانت اكتر بطوله اتبسطت فيها وكانت بطوله كبيره قوي. شريف، انتوا عيله تنس اساسا؟ لا، انا جدي ابو حباجه بالظبط،
عايزك بقى تقول لي مين الكابتن ابو حاجه، عرفه للناس مين الكابتن ابو حاجه. كابتن ابو حباجه حباجه لعيب كوره في النادي الاهلي. بالظبط. انا عارف ان هو، انا ما حضرتوش بس انا عارف ان هو كان مدافع كبير في النادي الاهلي. احنا بنحب الكوره جدا. انا ساعات في الجامعه بفوت محاضرات عشان اروح اتفرج على النادي الاهلي. طب جده كان كره قدم، كل الناس بتحب كره القدم، ازاي رحت التنس؟ ازاي وصلنا لملعب التنس في النادي الاهلي؟ هو بصراحه بابايا بابايا بيتفرج، هو ما كانش بيلعب بس هو كان دايما على طول بيتفرج على التنس على التلفزيون. كان عايزني العب على طول، دايما بيتفرج، وكان حتى واحنا صغيرين كان يخلينا دايما نقعد نتفرج معاه على التلفزيون على لعيبه التنس كلها. كابتن عادل شريف ولا ما حضرتش كابتن عادل شريف؟ لا، هو كان بيخلينا نتفرج على اللعيبه العالميين. تمام. فهو من ساعتها وبعد كده اخذنا النادي الاهلي على طول وخلينا ان احنا نبدا تنس هناك. ده اللي دخل دونا كمان ان معاك النادي الاهلي برضه في التنس؟ هو انا ابتديت تنس وانا عندي 4 سنين، دونا ابتدت وهي عندها 3 سنين. تمام. هي دونا دلوقتي مش مضرب زي شريف. ما هو دلوقتي بتتمشى معايا في الملعب بس. هي دونا الحمد لله دلوقتي نمرة واحد على مصر في سيدات، ما شاء الله. لعبت كاس العالم في اسبانيا. هي لسه برضو متخرجه دلوقتي وبحاول اخدها معايا تيجي امريكا بس بتجرب. هي انا جالها عروض ان هي تلعب في امريكا، لان هي دونا من ترتيبها نمره واحد على مصر في سيدات، وبتلعب كمان في فيت كوب، هي بتلعب بتسافر تلعب كاس العالم مع المنتخب، فجالها كذا عرض ان هي تروح امريكا، بس هي بتحب النادي الاهلي قوي فمش عايزه تسيب. لا خليها في النادي الاهلي يا شريف، يعني دي حاجه كويسه جدا جدا جدا. شريف قول لي طموحك فين؟ طموح الرياضه اللي هينتهي اللي انا اعرفه، طموحك رايح فين؟ في التنس. هو انا بصراحه دلوقتي، يعني انا قبل ما اجي على طول باسبوعين، انا كنت اول لعيب جامعات يلعب في حاجه اسمها وورلد تنس تيم. وورلد تنس تيم ده اللعيبه البروفيشنال بس هم اللي بتلعب، يعني انا كان معايا في الفريق واحد اسمه جاك سوك، ده كان نمره 14 على العالم. اللعيبه كان معايا واحد اسمه دانيال ناصر كان نمره 1 على العالم في الزوجي، فانا اختاروني ان انا ابقى اللعيب الوحيد الاحتياطي ليهم، يعني انا لو كان في حصل اي مشكله كنت انا اول واحد هلعب على طول. كنت بتمرن معاهم لمده اسبوعين، فاتكلمت مع الهيد كوتش بتاعهم، كان هيد كوتش من جنوب افريقيا، ورشح للمدربين ان هو عايزني ان انا ابتدي العب بروفيشنال، محتاج ان انا، بس هو المشكله ان الموضوع مكلف شويه، بس انا بالنسبه لي ان انا عايز اروح، يعني ان شاء الله انا راجع امريكا تاني يوم 7 سبتمبر باذن الله، لما ارجع ان شاء الله هبتدي العب بطولات باذن الله. شريف، امريكا، المانيا، النادي الاهلي، 3 لغات مختلفه، شخص واحد بيتكلم انجليزي بس ولا بيتكلم انجليزي والماني كمان؟ انا بتكلم انجليزي واخدت كورس الماني 6 شهور، فبعرف اتكلم الماني شويه بس مش قوي يعني، بس في المانيا الناس بتتفاهم، يعني انت لما بتروح هناك تقدر تتكلم معاهم انجليزي، وفي امريكا كده كده بيتكلموا انجليزي فالموضوع مش صعب. وانا اللي كان مساعدني شويه ان انا كنت في جامعه هنا امريكان في مصر، فكان الموضوع لما رحت امريكا ما كانش صعب قوي. شريف، حاجه مهمه جدا بعد خبرتك 20 سنه في التنس، حاجه مهمه جدا جدا، تقول للناشئ ايه من التجربة اللي انت استفدتها لغاية دلوقتي ولسه بتلعب، تقول لهم ايه؟ يوصلوا ازاي؟ يوصلوا الطموح الكبير اللي انت عامله ده ازاي؟ هو الموضوع اول حاجة، هو موضوع صعب جدا، هو موضوع مش سهل، انت علشان مش عايزين نقول صعب يا شريف، عايزين نقول سهل جدا، هو الموضوع سهل كلهم يطلعوا. بس هو لازم يتمرن كويس، لازم يروح التمرين، ياخد التمرين بجدية، يتمرن دايما، مش وقت التمرين بس، لو هو عنده وقت فاضي لازم يروح يتمرن زيادة، يروح يجري، يدور على ناس يلعب معاهم، يشوف مدربين، لو عنده أي وقت يشوف أي حد لعيب يروح يلعب معاه. الموضوع كله محتاج بس مجهود شوية، محتاج ان انت تحاول تقعد تفكر، وحاجة مهمة جدا بتساعد قوي دلوقتي ان هو يقعد يقرأ. الموضوع ده انا شايف ان هو مهم جدا وساعدني قوي في الفترة اللي فاتت. فعلا موضوع القراية مهم قوي. لازم نروح لدور مهم جدا جدا في حياتك، بابا وماما، هما كل حاجة. انت لوحدك عايش في امريكا مظبوط؟ اه. قولي بابا وماما دورهم ايه؟ تقول لهم ايه؟ فعلا بصراحة أنا بحبهم قوي وهم ساعدوني كتير جدا من وأنا صغير، من وأنا عندي 4 سنين، يعني أنا بصراحة من غير بابايا ومامتي ما كنتش حاصل المكان اللي أنا فيه دلوقتي خالص. ساعدوني في كل حاجة، والدتي بتيجي معايا في كل حتة. حصل. والدي في كل مكان بره، مستنياك بره، دي حقيقة. والدي ما كانش بيسيبني خالص في الماتشات، حتى كان بيحضر معايا تمارين التنس، بيحضر معايا. بيحضروا معاك في أمريكا يا شريف بطولات هناك؟ هو أنا والدي ووالدتي ما جوش معايا أمريكا خالص. تمام، لكن بيتفرجوا عليك اكيد عبر الانترنت، عبر التلفزيون، الانترنت عبر الانترنت لما بيكون في ماتش بيتزع عليا دايما بقول لمامتي او بابايا بحيث ان هم يتفرجوا عليا. شريف، عايزين نقول اخر حاجه قبل اخر حاجه، كل المدارات اللي قدامك دي، البلد دي فين؟ امريكا. كل ده كله في امريكا. امريكا. كل المدارات دي جبناها في امريكا، في أمريكا. وعندنا شويه ما دخلناهمش، ما عرفناش ندخلهم نحطهم. اعز واحده ليك هنا فين؟ ده الكبير. ده كان ايه؟ ده كان في بطوله اسمها الناشونالز، دي اللي هي الاحسن 16 فريق في امريكا بس هم اللي بيلعبوا. البطوله دي كانت السنه اللي فاتت، كانت بتلعب في فلوريدا في اورلاندو،
واحنا كنا رايحين كان ترتيبنا 15 على امريكا في الوقت ده، قدرنا ان احنا نوصل سيمي فاينل وخسرنا من جامعه ويست فلوريدا. الجامعه دي هي كسبت ناشونال ساعتها في الوقت ده، فدي بالنسبه لي كانت بطوله مهمه جدا، كانت اول مره الجامعه توصل سيمي فاينل، فخلتنا من احنا نمره 15 على امريكا وصلنا نمره 4. اخر كلمه نقولها كلمه واحده للنادي الاهلي. مفيش احسن من النادي الاهلي، والنادي الاهلي فوق الجميع. لعيب تنس الناشئين نقول لهم ايه؟ اتمرنوا وركزوا شويه من فضلكم. العيله بابا وماما واخوتك احسن حاجه في حياتي. شريف كنت سعيد جدا اني معاك النهارده، مبسوط فعلا من ادائك، مبسوط من التاريخ اللي انت فيه، بقول لك يا رب جو اهيد، توكل على الله ان شاء الله باذن الله توصل ويمبلدون وتوصل لاعلى مراتب، وان شاء الله تكون مستضيفين في قناه الاهلي. شرف كبير للاعيبه النادي الاهلي ان تكون موجود في وسطينا، بقول لك سعداء جدا بيك ان شاء الله باذن الله في المراحل الجايه، دايما مستضيفينك ودايما معاك. ربنا يخليك يا كابتن خالد، انا كنت اسعد مع حضرتك. ميرسي يا شريف. شكرا كده بنهايه فقره شريف، خلصنا فقره الالعاب الاخرى، لكن لسه عندنا فقره مهمه، فقره كبيره وفقره عالميه مع كابتن عمر ياسين، وهي الكره العالميه. زميلي كابتن عمر ياسين مساء الخير. شكرك على هذه التغطيه المتميزه والمعلومات اللي امدتنا بيها وامديت مشاهدينا من خلال الفقره اللي كانت مسك الختام لهذه التغطيه. بشكر حضراتكم على المتابعه، احنا طبعا لضيق الوقت بنعتذر ان كان بالفعل معد وعندنا ماده اكثر كثيرا للفتره الاخيره او التغطيه الخاصه اللي كانت مع زميلنا العزيز عمر ربيع ياسين، لكن ان شاء الله المتابعه قادمه في حلقاتنا اللي جايه، وهيتابع مع حضراتكم بشكل يومي ان شاء الله من خلال حلقاتنا في الاهلي الليله كل اهتماماتكم وكل المواد الرياضيه والكرويه العالميه اللي هنتابعها بالتفصيل مع حضراتكم من خلال حلقاتنا القادمه. بشكر حضراتكم على المتابعه في نهايه هذه الحلقه، اولى حلقات برنامج الاهلي الليله، وانقل الى حضراتكم تحيات زملائي امير هشام وعمر ربيع ياسين والكابتن خالد العوضي في تجربته الاولى اللي بنهنئه عليها في مجال الاعلام الرياضي. بكره ان شاء الله تغطيه خاصه بتبدا في تمام الحلقه الثانيه من الاهلي الليله في تمام السابعه مساء بتوقيت القاهره، تغطيه خاصه بنحتفل مع حضراتكم من خلالها بمرور 10 سنوات على انطلاق قناه الاهلي، اللي بنتمنى جميعا ان شاء الله انها تكون افضل وتزداد نجاحا في الفتره المقبله. شكرا لحضراتكم والى اللقاء.